بعده كمان لورا هيك. بونجور 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 جميعا. احكي معهم بستضيف انا ابراهيم. طبعا هي اول مرة عم نعمل لايف هي اول مرة بتاريخ حياتنا بنعمل لايف على الفيسبوك. فشوي السلام عليكم جميعا. بدنا نضيف الاستاذ ابراهيم كوكي مشان نبلش الحوار، وانا ما عم لاقي الاستاذ ابراهيم كوكي. واحلى تحية لحسين ملص لانه اول واحد فات كتب لنا احلى شباب. هلومه اول واحد بس ما انه من العيلة فواسطة يعني. خلي موبايلك. مساء الخير طارق عطايا. مرحبا استاذ ابو عمر حسام ملص. خلي موبايلك معك قريبنا مشان اذا حكى معك ابراهيم. طيب ابراهيم فيك تحكي على موبايل محمد لانه نحن فاتحين. هاي ابراهيم هاي ابراهيم هاي دفتر ابراهيم. ها بسم الله. يا هيك منيح الموبايل تمام؟ بس الصوت لسه ما سمعت. انا تمام ابراهيم معكم. تمام الصوت تمام. الصوت مسموع بس حدا يكتب لنا سمعانيننا شايفيننا. لحظات لو سمحتوا. نحن عم نشوف لانه من الكمبيوتر بتاع احمد يا حبيب مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الصوت؟ صوت تمام، نحن هيك سمعانين. نحن سمعانين، بدنا الجماهير العزيزة يكونوا سمعانين. نعم. أنت سمعاننا هيك منيح؟ إيه ما شاء الله الصوت ممتاز. إيه لأنه نحن المشكلة عملنا بروفا على الموبايل بالعرض فاكتشفنا لازم تحط الموبايل بالطول. أنا قادر السينمائي كله. شكلكم مع تكنولوجيا يوك يعني. والله للأسف أبدا. طيب هلا أنتم مستضيفيني بس يعني خليني أنا استضيفكم بهذا اللقاء. نرحب فيكم جميعا، نرحب بكل المشاهدين معنا اللي الآن عم يتابعونا بهذا اللايف. نرحب فيكم جميعا باسم الشباب، الله يرضى عليهم ويسلمهم ويحفظهم، احمد ومحمد ملص ما شاء الله رائعين المبدعين، وبتشرف ان اكون معهم بهذا البث. بنرحب فيكم جميعا كلكم. اليوم حنتكلم على كتاب من اصدار كتاب سراي، من كتاب مسرح الغرف. حنتكلم الان عن هذا الكتاب بشكل جيد ان شاء الله اليوم. كتاب حيكون عنه الان الشباب الاخ محمد واحمد ملص، معروفين باسم توأم ملاص، شباب من سوريا، من وليد 83 من دمشق. طبعا درسوا المسرح بمعهد أورنينا وفي محترف دمشق المسرحي تحت إشراف مدرسين يعني ومخرجين ما شاء الله محترفين. أسسوا مسرح الغرفة عام 2009، كانت غرفتهم بحي العدوي بدمشق، وترشح أظن بموسوعة جينيس كأصغر خشبة مسرح. أذكر ذلك في عدة مسرحيات قاموا فيها، كان آخرها في دمشق الثورة غدا تؤجل إلى البارحة. طبعا نشاطهم وعملهم وكان حر إلى حد كثير كبير، تعرضوا بعد ذلك للاعتقال بحي الميدان بمظاهرة المثقفين كان اسمها أظن. صحيح. لما اعتقلوا الشباب ما قصروا، بفرع الأمن الجنائي عادوا المسرحية، هذا كانت يعني ربما سابقة، ما أظن في سوريا حصل مثلها، سابقة وجرأة كبيرة. اعتقلوا لموقفهم طبعا الواضح من الثورة وموقفهم واضح من النظام، وما زال ما شاء الله الموقف يعني على نفس الليفل اللي بدأت فيه الثورة. غادروا طبعا دمشق بعد ما تعرضوا للملاحقة، وكانت طبعا الملاحقة تعني يعني كنا نعرف شو تعني في سوريا. ذهبوا إلى مصر عام 2012 وبعدين طلعوا إلى فرنسا، وهنيك بدأ في مجال جديد حنحكي عنه اليوم اللي هو مجال المسرح، عفوا مجال السينما. توجهوا إلى السينما وكان في فيلم البحث عن عباس كيارستامي وصوروه بشوارع باريس، وبعدين كان في فيلم روائي طويل صور بمعرة النعمان، بعدين صار في مجموعة أفلام وإلهم كتاب اسمه مشهد 33 شعر، والآن مشهد 23 شعر، والآن مشهد 33 مسرح. بالضبط. هلا بدايه احكوا لنا عن بدايه المسرح، توجهكم للمسرح يعني ما شاء الله انتم يعني من الشباب اللي ما فاتوا بيعتبر بشكل هوايه
ومتطفلين على هذا المجال، كان في دراسة، كان في احتراف يعني. والمسرح شوي من هو أم الفنون يعني، أو أبو الفنون، من المسارح الصعبة يعني، من الفنون الصعبة. فاحكوا لنا شوي عن هذا الموضوع. أول شيء بدنا نقول مرحبا للناس اللي عم تشوفنا وعم تكتب لنا، وكمان أكيد نسلم عليك أول شيء ولكتاب سراي اللي أخذوا تجربة مسرح الغرفة كنصوص يعني لحتى تنشر. شكر لكم طبعا. مسرح نحن بشكل عام بداية المسرح كانت شوي، يمكن يعني نحن حكينا قبل المرة بالصحف يعني، بس ما بعرف إذا سمعانين الناس منا. المسرح كان بالنسبة لنا أنا وأحمد كان اتجاهنا على حلبات الملاكمة، أم فتنا على المسرح بالغلط هيك تحس يعني. الفكرة إنه حضرنا عرض مسرحي عن طريق أختي علا، هي اللي كانت عندها شغف أكثر من مسرح أو هيك شيء، نوجه لها فرحنا تحية كبيرة. حضرنا معها مسرح، وكانت مسرحية لحاتم علي كان مخرج مسرح لما كان عم يخرج طلاب معهد قبل ما يخرج تلفزيون. طبعا كان عرض جيد جدا، اسمه عزيزي مارات المسكين، أربوزوف الكاتب الروسي، وكان مشروع تخرج طلاب ال 96 او طلبة ال 97 يمكن. 97 أيوة، وعلى اثرها يعني صار في مشهد معين انا واحمد كثير حبينا هذا المشهد، رغم انه قاعدين كنا مو قراب من بعض، بس لما خرجنا من المعهد ونحن اثنين لفتنا هذا المشهد اللي صار، على اثر هذا المشهد قررنا انه نحن بدنا ندخل قصة التمثيل والمسرح، رغم انه كان اعمارنا صغيرة يعني. وبعدين خطوة ورا خطوة بلشنا نحضر مسرح قديش اكثر كان من عمركم؟ قديش كان عمركم؟ صف ثامن، صف ثامن اه اتذكر، صف ما شاء الله، حلو. 14 15 اوكي 14 سنة. هلا البداية كان بس نحضر مسرح، ما كان في قراءة كثير لسه. هلا بعدين دخلنا عالم القراءة، وبعدين بقى بلشنا درسنا المعهد، كان عندنا حظوظ جيدة انه اساتذتنا اللي درسونا نائل الأطرش، باسم قهار، أمل عمران، ياسر عبد اللطيف، رأفت الزاكوت. عملنا بعدين كتابة ورشة مع ورشة كتابة مع موفق مسعود، عملنا ورشة مسرح مع طلعت السماوي، عراقي سويدي الأصل، عراقي الأصل السويدي. فكان عندنا تنوع بالالتقاء. وبعدين لما أجينا فرنسا بقى كان شغلنا بفرنسا حتى هون متنوع، مع مخرجين فرنسيين، مخرجة ومخرج، بعدين مع مخرج ايطالي بلجيكي، بعدين مع مخرج ياباني حتى اشتغلنا. فصار في عندنا هذا التنوع الكبير انك انت تشوف الثقافات والحضارات كاملة، وتشوف هذا الشكل المسرحي اللي بيقدمه يعني. حتى هون المخرجين الفرنسيين اللي اشتغلنا معهم، الصبية والشاب يعني، كل حدا طريقة تفكير وطريقة عمل مختلفة وهي التفاصيل. فكان عندنا كتير حظ انه نشوف تفاصيل كتير. اه تمام. أول مسرحية قدمتوها كانت أول مسرحية بمسرح الغرفة، أول مسرحية بمسرح الغرفة كانت بعام 2009، هي اللي تعتبر نقلتنا. بس اللي بدي أقوله إنه هي كانت بعد 10 سنين من المحاولات، يعني إحنا خلال 10 سنين من 99 إحنا بنحاول، عملنا مسرح أطفال وحاولنا كتير نعمل مسرح، كنا كل ما عملنا مسرحية نعمل بروفات وبعدين يلتغى العرض، يكون في اجتماع حزب لشبيبة الثورة فبيقول لهم اجتماع لا تعرض. حزبي، اجتماع شبيبة الثورة، كتير صار معنا مشاكل إنه ما نقدر نعرض، وكتير كان الموضوع مبني على العلاقات. طبعا احنا رحنا للمعهد العالي للفنون المسرحيه ورفضونا عدم موهبه لمده 3 سنوات متواصله، فكتير تعذبنا بهذا الشيء. بعد 10 سنوات من القراءه والبحث قررنا انا ومحمد انه تعال نعمل، يعني طلعت هي الفكره اللي اسمها مسرح الغرفه، تعال نعمل مسرح بغرفتنا. كانت الفكره كتير غريبه، في احد الفنانين هاجمها واعتبرها شحاده انك تجيب جمهور على بيتك، بعدين هو شايف القصة بالغلط كمان. فأثبت عكس ذلك الحمد لله. طبعا هون بهي اللحظة أكثر حدا دعم هي الفكرة، بدنا نقول نحن هي الفكرة بحذافيرها، اللي دعمها هو يعني وزارة ثقافتنا، أنا ومحمد كان أبي الله يرحمه ووالدتي، لأنه البيت الله اللي يرحمه، عايشين الله فيه يرحمه. صار مسرح، وهذا مو سهل يعني، مو سهل. لا وأنا مش كان والدي ووالدتي هن عائلة محافظة، ما لهم ناس بيتهم دائما في اجتماعات فنية، فصار البيت فجأة دائما انت عرض مسرحي، بعد العرض المسرحي كنا نعمل قهوة ونقعد نتناقش بالعرض، الجمهور يتناقش، واذا في استاذ تمثيل عم يحضر العرض، او مثلا لما كان يجي اجى حضر جهاد سعد او باسم قهار او حتى نائل الاطرش، اي حدا كان، سامر عمران مرة كمان بتذكر يعني تحفظي على حتى المعهد في حفظ الالقاب. حتى في عرض بتذكر بالعار وانت بخير اجى حضره فايز الشاويش مرته سعد الله ونص الله يرحمه، وميشيل كيلو،
مسيمة ظاهر مسيما ظاهر وكرم البني يمكن. المهم بتذكر هن حضروا العرض هن الاربعه، اسمه كان العرض كل عار وانت بخير. في واحد من رفقاتي بس طلعوا من البيت قال لي جهزوا حالكم بدكم تنافطوا، لانه هي كانت قبل الثوره كان الربيع العربي يعني عم يعني يبلش برات سوريا، كان بتونس مبلش كان مبلش بتونس بدايات مصر، عملنا عرض العار وانت بخير، وقت بلشت الثوره عملنا عرض الثوره غدا انتم اجل الى البارحه. تمام ما شاء الله. لفت نظري ان حضرت لكم بالشام بدار الاوبرا، وحضرت لكم هون في اسطنبول. لفت نظري بصراحه شغله كانت مميزه، يعني نحضر مثلا تصوير لوكيشنات تصوير، نلاقي كثير من الممثلين ما عنده مقدره يحفظ نص لمشهد، في كم ممثلين بيكتبوا الحوار تبعه على لوحه كبيره، بعضهم بيعك مره مرتين وثلاثه ليقدر يقول المشهد. انتم ما شاء الله مسرحيه طويله قادرين انكم تقولوها من الالف الى الياء، وانتم على خشبه مسرح امام الجمهور. متدربين على هذا الشيء ولا انتم نص بتكونوا متشربينه ولا؟ هلا مشان هيك انا دائما عندي وجهة نظر بقول ان المسرح هو المعلم الاول لاي فن له علاقة بفن التمثيل. يعني اي حدا بده يكون ممثل بالسينما او خلينا نقول او اليوتيوب، حتى اللي بده يروح على العوالم التي لا نعرفها، التيك توك وهالشغلات، اي حدا مرق بحياته على المسرح هو بيكون دخل الى المعلم الاول. المسرح ما بيخليك تعمل مشهد قدام جمهور قبل ما تكون عايده بدون مبالغة شي 200 300 ألف، مو 300 ألف، 200 300 مرة. هي بدون مبالغة يمكن توصل للألف مرة، لأنه أنت بكل بروفا، مثلا أنا عندي بروفا لمدة اليوم ساعتين ثلاثة، بعيد هذا المشهد يمكن شي 20 مرة. فالحفظ بيصير هو يعني تقريبا أسهل شيء قدام البحث عن الحالة والبحث عن الشخصية. فدائما هيك بسمي المسرح المعلم الأول. وهلا أنا ومحمد استغلينا على نقطة بالحكي أحيانا السريع، هي تقنية يعني استغليناها بمسرحية ميلو دراما، وفي ناس قالوا لنا ليش ما بتغنوا راب بعد منها يعني. جميل. بس ما خلينا نشوف، في واحد كاتب طلاب لؤي الحموي، نحن نتعلم هذا قصي، هذا فينا بالمدرسة، هذا بيكون حفيظ مثلنا، معناتها مع انه هاي المدرسة ما فادتنا بشيء. المهم احنا اونلاين ولا لا؟ بلا مو احنا اونلاين، بس عند ابراهيم كانه فصل هيك. اذا نحن لساتنا اونلاين حدا يقدر لنا بعد اذنكم؟ كل ساعتكم اونلاين. نعم نعم اظن نحن اونلاين احنا. ايه تمام، ما تعلقت الصوره بس نحن انه فاتحين اللايف على الكمبيوتر مشان نقرا، وعلى الموبايل مشان خليها بنحاول نعمل بتحس عم بشتغل على كاميرتين سينما. بنحاول نشاركه بس ما عم يتشارك اظن، مش الحال يمكن بسيطة. طيب شو اللي خلاكم إذا نحب نحكي عن النص اللي قدمتوه في داخل الأمن الجنائي، لما الواحد يعتقل، أما جربت يعني تجربة اعتقال والله كمان ما يعيد على حدا ولا يعيد عليكم، لكن هي تجربة صعبة جدا يعني خصوصا في سوريا، يعني مجرد ما الواحد فات الداخل مفقود يعني. فقديش كان الشعور عندكم بالثورة عالي حتى أنت قادر أنك أنت تسترجع هي التجربة المسرحية وتقولها جوا داخل المعتقل؟ هلا أنت بتتذكر إبراهيم، يعني الثورة بال 2011 كان في لها شكل مختلف عن الآن. للأسف الآن في إحباط، في حزن كبير، في جرح كتير كبير. 2011 كان في طاقة من الامل، من الامل وطاقم، يعني في شيء عظيم كان اذا تتذكر بال 2011 بالثوره يعني على طبعا. كل المستويات. فيبدو هاي القصه شاركت لما دخلنا نحن السجن، رغم انه السجن تبعنا كان يعني ما بدي شبهه بالاعتقالات الثانيه اللي صارت، خاصه نحن بشهر 7 بال 2011 بدمشق، ومظاهره تكلم عنها جزيره وعربيه وكل القنوات، فشوي العالم من يعني ما كان التعامل معنا قاسي بالقدر اللي تعامل مثلا كان اللي من درعا او من حمص بشهر 7 ينمسك بالشام، هذا كان شبه اعدام. نحن بما انه كنا لسه يعني بدايتها فكان شوي اهدى الموضوع، ولكن اللي بدي اقوله نحن هي الطاقه اللي كانت موجوده بثوره 2011 هي يمكن اللي حملتنا نعمل هذا الموضوع ونعمل هذا العرض، وخاصه انت لما تشوف انه السجانين تورطوا بالعرض لدرجه انه اصبحوا هن كجمهور مستمتعين بالعرض. يعني نحن وصلنا لمرحله انه السجان عم يشوف مسرح، وهذا سحر المسرح. نحن مرة هون بالفرنسي كنا عم نحكي مع
اصدقائنا الفرنسيين، فسالوني عن الموضوع، فكنا عم نقول انه هذا سحر المسرح، انه هذا الشخص سجان وشايفني انا خاين للوطن وقابض مصاري من اسرائيل، شو بعرفني من وين. فجاه هو اندمج بالعرض وصار يعني دخل بالموضوع لدرجه انه بعد ما في مكان في مشهد يعني ما بذكر شو بصير شيء، يعني قام بدهم يزفقوا الناس، فلما اجوا بدهم يزفقوا اللي قاعدين، فاللي قاعدين معنا هن المعتقلين الله يرحمها، منهم ميس كاف وباسل شحاده الله يرحمه وناس نعم ثانيين نعم تفضل يا رب. الله يرحمهم. فهو السجانين قال انه لا، يعني انه بالنهايه نحن بمخفر بفرع الامن الجنائي ممنوع نزفق، فقال انه خلص خلي نعتمد الزفقه تكون هيك بس. تحول العرض انه لما يضحكوا تلاقي انه الكل عم يعمل هيك، فكان كان المشهد كله عجيب، يعني مشهد سوريالي بتحسه عم يصير بوسط دمشق. يعني انا بذكر يعني من كثر ما كنا واصلين لمرحله كبيره من الامل، انا بذكر نحن بعد ما طلعنا من السجن ب 15 يوم اجتنا دعوه لافنيون، رحنا على افنيون عرضنا، رجعنا انا محمد على سوريا، قالوا لي ناس خليكم بفرنسا، قلت له لا، لانه نحن كنا تعرف كان الامل كبير كثير انه نحن حنعمل حنصير موجودين داخل دوله ديمقراطيه. بعد شهرين اجانا دعوه من اخي حسام، كان لسه اخي حسام بروسيا، رحنا على روسيا انا ومحمد ومي سكاف، عرضنا الله يرحمها بموسكو نعم بتذكر، ورجعنا كمان على سوريا. يعني نحن عم نروح ونرجع نعمل نفس العرض من السجن لفرنسا لروسيا، ولسه عندنا امل انه لا اكيد اكيد في دوله ديمقراطيه نحن حنعيش فيها. وبعدين انكسر الامل، ولكن يعني انا يعني وجهه نظري دائما انه هو موجود الامل، بينكسر بلحظات بنوقع بلحظات، ولكن يعني ما حدا حيبقى، ما حدا حيبقى، الحريه بتبقى والامل بيبقى، بس الدكتاتور بده يروح هلا او بعدين. يعني إن شاء الله، أكيد هذا الأمل بإذن الله موجود. بمصر قدمتوا شيء؟ بمصر قدمنا مسرح كمان، بمسرح روابط ومسرح ساقية الصاوي، وقدمنا مرة بالطريق بميدان طلعت حرب. ومصر كان نحن قعدنا بمصر بال2012، كانت المرحلة يقولوا ما فيش ريس، بلد ما فيهاش ريس، طبعا بلد ما فيهاش ريس بالوطن العربي شغلة عظيمة تعتبر، فكانت مصر بأجمل حالاتها، يعني 2012 ما في رئيس، الشعب كتير بالطرقات، حتى بتذكر لما ندخل ميدان التحرير بيقولوا لك بطاقتك يا فندم، لانه بيشوفوا يعني مين اللي، لما تقول له سوري ما بيشوف البطاقه. كان السوريين، يعني كانت حاله مصر كمان عظيمه بال2012. قدمنا عروض، اشتغلنا فيلم قصير مع المخرج محمد خاطر اسمه حاجز، شافته الناس اعتقد كثير، متاح على متاح الانترنت. على الانترنت. اشتغلنا فيلم ثاني اسمه باب شرقي مع المخرج المصري احمد عاطف، كمان انعرض بمهرجانات ونعرض بمصر 2013 يمكن. واشتغلنا الاشياء اللي كنا نعملها على اليوتيوب شوي، يعني كانت سنه غزيره جدا بمصر، ومصر يعني لما بيقولوا ام الدنيا فعلا ام الدنيا يعني. بس انا صحيح. بالنسبه لي حاله الوطن العربي كلها نفسها، يعني انت يرتبط عملك الفني بموقفك السياسي. انا هون هلا بطلع بقول لك الله يعن ابو ماكرون، ما حدا بيسترجي يقول لي شيء، اذا جايني دور ما حدا بيسحبه مني. بمصر او سوريا بقدر اطلع اقول عن ابو ماكرون، بس ما بقدر اقول شيء ثاني. اي طبعا. هاي المشكلة يعني. مسرح الغرفة فينا نقول انتهى لما انتم طلعتوا برات سوريا كمسرح غرفة، صار بعدين مجال اوسع. بالضبط. هلا يعني هو تقريبا يعني هلا في كم تجربة انعملوا بغرف بعد ما طلعنا نحن بغرف غير غرفتنا، بس يعني هي صارت فيك تسميها يعني هي البذرة الأولى لأنه ينعمل هيك تجارب، ولكن نحن استفدنا كثير من التجربة. يعني هو انتهى كمسرح غرفة في يعني بالمكان بدمشق بالعدوي، نحن طلعنا ما عاد في لا مسرح ولا جمهور، ولكن نحن نقلنا التجربة معنا. يعني أول بروفات عملتها أنا ومحمد بمسرحيتنا اللي بفرنسا سويناها اللاجئان، نحن أخذنا عن نص المهاجران سلافوين مروجيك كاتب بولوني، نحن البروفات اللي اتبعناها بهي المسرحية هي بطريقة مسرح الغرفة، حاولنا نعمل مثل ما بيقول بيتر بروك النقطة الفارغة، يعني مترين بمترين حاولنا يكون عرضنا مثل مسرح الغرفة، وبالفعل عرضناه بعدة مسارح صغيرة بفرنسا وبباريس وبعدة أماكن. يعني فهي نقلنا التجربة. الشغلة الثانية اللي عملناها بعد هذا الموضوع هو إنه نحن ننقل تجربة الغرفة اللي هي عبارة عن جهد مشترك بين أنا ومحمد بمكان صغير، نقلناه للكاميرا الكانون، وصرنا نعمل أفلام كمان بنفس الطريقة، فينا نسميها نحن بنسميها من مسرح الغرفة إلى كاميرا الكانون، يعني اللي هي يعني أنا وأحمد بنشتغل تقريبا كل التفاصيل وبالتقنيات البسيطة وبالماديات القليلة جدا بدون ما تحتاج لإنتاج ضخم،
ونحاول نعمل نتيجة جيدة. اللي قدرنا نعمله بمسرح الغرفة الحمد لله، جربنا نعمله بالسينما، كان أول فيلم هو البحث عن عباس كيارستمي، وشوي شوي لقينا إنه الخطوة جيدة يعني. وبعدين بقى تعلمنا أكثر وبلشنا نعمل أفلام أكثر، وكمان الحمد لله لقينا رواج جيد يعني. أنا يعني اللي فينا نقول مسرح الغرفة كان مرتبط بغرفة أحمد ومحمد، غرفتكم مرتبط بهي طبعا الحالة يعني. يعني فيك تسميه يعني، يعني هو انا بشبه مسرح الغرفه مثل صوره تذكاريه صارت قديمه يعني، انت ما فيك ترجع الزمن تبع هي الصوره، بس انت فيك دائما تشوف هي الصوره وتتاملها وتقول قديش كانت حلوه وجميله، ولكن هي بالضبط هي شيء من الماضي يعني. وانا ومحمد دائما بنقول نظره للمستقبل يعني، مثل ما قال احد الشعراء: عندما اختلت الحنين استقام ظهري يعني. فأي شيء مضى صار ورانا بالنسبة لنا هو شيء استفدنا منه كثير، ولكن الـ يعني غدا أجمل إن شاء الله. ان شاء الله. قبل ما نطلع على نروح على فرنسا، انتم رحتوا على معرة النعمان وصورتوا فيلم هنيك، كانت تجربة في سوريا الحرة. احكوا صحيح. لنا عن هي التجربة بشقيها السينمائي وبشقها الحر، يعني صح التعبير 2014 بشهر 6 او 7 يمكن 7 7 كنا بفرنسا. كنا بفرنسا واخذنا انتاج من فرنسا عن طريق كمان مصادفة المسرح. كنا عم نعرض مسرح والتقينا بحدا من وزارة الخارجية اللي اعطانا الانتاج. والمهم كانت تجربة عظيمة، انه انا اول مرة افوت على بلد ما بشوف صور بشار الاسد وحافظ الاسد يعني. لما دخلت انا عم بطلع هيك عم اقول له: احمد يعني هدول صور مو معبيه. طبعا طلعت لنا سيارة مفيمة ونزل البلوة شوي شوي، ما له حاطط وراه صورة سيادة الرئيس، بس يعني كان في توجه تاني يعني، للأسف كان نعم شوي توجه المتطرفين الموجودين. يعني نحن وقت صورنا الفيلم كان قدامنا مدرسة فيها يعني، مدرسة نحن صورنا الفيلم في مدرسة يعني قاعدين فيها، كان جزء صغير من جبهة النصرة، ما كانوا اه مسيطرين على معرة. لا أبدا أبدا ما كانوا، كان لسه الجيش حر يعني وفصائل معينة يعني. بصراحة استقبلونا أجمل استقبال أهل معرة النعمان، ويمكن أنا مالي زاير معرة النعمان أنا وأحمد قبل يعني، أنا من وقت كنت بسوريا زاير اللاذقية، حلب، الحسكة عارض فيها، بس معرة ما بعرفها. فهي المدينة صارت تعني لي مثل ما بتعني لي دمشق. دمشق لأنه ذاكرة 28 سنة من الحياة فيها، معرة النعمان ذاكرة إنك أنت دخلت إلى مكان لا يوجد فيه بيت الأسد، لأنه أنا ولدت ب 83 مواليدنا. فأنا فتحت عيوني على، قلت محمد الماغوط الله يرحمه، فتحت عيوني على حذاء عبد الحميد السراج، أنا على وجه حافظ الأسد. فظلت كل حياتي عائلة الأسد ملازقتنا ليوم طلعت من سوريا. فدخلت شفت إنه ما في يعني، لدرجة إنه بتذكر في كنا راكبين بالسيارة مع شاب من أصدقائنا فحط أغنية لوفيق حبيب يعني. فأنا قلت له: يا زلمة عم تسمع وفيق حبيب؟ عم قال لي: وين المشكلة؟ قلت له: يا زلمة وفيق حبيب يعني هذا أكثر، مع إنه أنا بسمع جورج وسوف يعني أكثر مطبل للنظام، بس إنه وفيق حبيب. قام قال لي هو لك؟ لا، قال لي: أنت شوف، قال لي: أنت شكلك لسانك جاي من دمشق، قال لي: نحن هاي القصة صار لها 3 سنين، فنحن هذا من الماضي، هلا بنسمعه عادي رجعنا. فبتحس إنه هم نعم سقط، مش بيقول لك تتذكر لما كان بشار الأسد يعني، يعني بالنسبة لهم عندهم ماضي ما صار بيستخدموه ماضي. فعل الحاضر يعني. وبعدين هن اهل المعره يعني، نحن بالفعل صاروا قطعه من القلب هن اهل معره النعمان، من كثر ما نحن يعني استمتعنا بالفتره اللي قعدنا فيها لنصور الفيلم. بذكر في مقطع بفيلم كاس العالم نحن عم نقول له لشاب انه انت واقف وبيجي شخص لعندك بتدير وشك وبتبلش تحكي معه، بس قال لك 2، فنحن قلنا له 2، في حدا سلم عليه بالطريق. قام هو بده يرتجل، شو قال له للي سلم؟ قال له: مرحبا، جبنا معك تمر هندي، كان رمضان لنا. فنحن خلصنا تصوير رايحين، قام جبنا شفنا هذاك الجار جايب له تمر هندي وجاي. كانت جميلة إنك أنت تعيش بهي الحرية اللي هو يعني فعليا ما في نظام، ما في جيش، ما في معتقل، ما في أمن، ما في مخابرات، ما في يعني هو أحد يحاسب على اللي قال لك الحرية. اياها محمد، انه صارت معركة النعمان بالنسبة لنا كدمشق. تخيل دمشق 28 سنة ومعركة النعمان نحن قعدنا فيها 15 يوم. 15 يوم هي قدرت توصل للحب الدمشقي اللي جواتنا. فهذا دليل انه انت لما بتقعد بمكان فيه حرية تقدر تنتمي له مباشرة. قديش تنتمي له، قديش بيعطيك من الحب يعني. تخيل انه 15 يوم بس. شعبنا يستحق الحرية إذا. لا أنا ضد مقولة مين يستحق مين، ما في إنسان يعني ما بيستحق هو الحرية. أكثر شعب يستحق الحرية شعبنا، لأنه عمل مظاهرات وعمل ثورة على بيت الأسد.
فاذا في شعوب بالعالم كله بتستحق حريه، فهذا اكثر شعب بيستحق انه قدر يواجه يطلع ضد عائله الاسد. هلا اكيد واحد اي شعب، يعني اكيد نحن عندنا انتقادات لانفسنا كسوريين، يعني انا ما بشوف تمام. نحن السوريين، ما بشوف انه نحن سويسريين، يعني كمان نظريه انه نحن كان عندنا الاندلس، واوكي عندنا الاندلس من 1000 سنه كنا كنا قاعدين بالاندلس، تعال نشوف نحن هلا شو عم نعمل. يعني انا مالي من النظريه الورديه للسوريين انها احسن شعب، لا، بس نحن شعب يستحق الحريه. اي قطع شوي، قطع البث على سيره الحريه. يعني مارك، مارك مؤامرة كونية. حتى مارك بدعم بالشعب الاسد. نعم. لأنه صار في ناس صارت تقول إنه لما صارت أو لما سقط النظام من بعض المناطق فالشعب صار أسوأ، هيك كانوا صاروا يقولوا، فشعبنا لا يستحق الحرية، لابد أن يكون في أحد فوق، وهذا صار الناس يقولوا. فأنتوا جربتوا هذا الشعور وشفتوا بعينكم يعني. لا طبعا، يعني اول شيء يعني انه بس يعني ما فيك تقيم، ما في يعني اللي بيقول هيك ما بيقدر يجي يقيم التجربه من سقوط نظام، وما في وجود للدوله اساسا لمده مثلا شهر او سنتين او سنه حتى، يعني انت بالنهايه ما في دوله ابدا، فكيف بدك تقيم هذا الموضوع؟ بعدين صحيح. يعني ابدا لا تؤخذ الامور بهي الطريقه، يعني ما بعرف انا كيف الشخص بيقبل انه يعني مثل بهدول الناس اللي بيقول لك انه يا اخي والله كنا عايشين احسن، انه اخي اوكي صح ما كنا نسترجي نحكي بس احسن، كنا عم ناكل ونشرب، عم ناكل ونشرب هي يعني اسف بس بيقول الحيوان، هي الحيوان بياكل بيشرب، اما البني ادم انا المهم عم باكل واشرب. بعدين حتى هي يعني هي نظريه بناء الانسان نظريه عميقه ومركبه، يعني انا كاني فايت على سجن وقاعد عم بحكي مع الناس بالسجن وعم بعلمه عم بعطيه نظريات بالاخلاق، وهن بيناموا بردانين بياكلوا على كيف السجان بيضربهم. طيب نحن كنا عايشين بسوريا مثلا كشعب، نحن كنا عايشين يعني سوريا مرفهين، اللي بينطلع كم شخص يقول لك انه ايه كنا عايشين مروقين، انتوا اللي كنتوا عايشين مروقين انتوا ما بتعرفوا شو عم يصير بالعشوائيات وبالضياع، وانت اللي مروق اذا حكيت كلمه سياسيه واحده ممكن تنعفت البعيد انت وعائلتك، بعد منها بتصير تقول مالنا مروقين. الموضوع كثير مركب يعني، وانا بشوفها نظريه انهزاميه. بروايه القوقعه بيطلع بيقول، بتذكر بالقوقعه بظن، لما بيطلع من السجن بعد 13 سنه في يعني مشهد بالروايه بيقول لك انه لما مرق بالراكب بالسياره وطلع تلفت لقى ناس عم تمشي بالطرقات، وحدا ماشي هو رفيقته، وحدا ماشي هو ابوه، وحدا حامل اغراض راجع على بيته، فبيقول لك اطلعت هيك قلت معقوله هدول الناس قديش ما عندهم، بما معناه بيقول انه ما عندهم حس انه عم بيمشوا ويكملوا حياتهم بشكل طبيعي، وانا صار لي 13 سنه محطوط بمتعذب. فبتحس انه يعني ما في هذا التوازن، يعني انه في شخص بيدخل 13 سنه وفي ناس مستمره حياتها. يعني انا الوم نفسي على الايام التي كنت اقضيها في سوريا واضحك وامزح واطلع واقعد بالقهوه، وفي ناس عايشه تدمر كانت عم تنسجن، وكرمال مين؟ كرمالي، كرمالي انا وكرمال الاخرين اللي بدي اياهم ياخذوا حريه. بس يعني ما بتجي كل الشعوب شجاعة وتقبل وتريد الثورة، يعني في شعوب، في ناس بتجي دائما أنانية، بكل شعوب بالعالم في قسم أنانية. صحيح، الشعوب تشبه بعضها بالأخير يعني. طبعا الخالق واحد. بالضبط بالضبط. إذا حبينا نحكي شوي عن نفوت بالمسرحيات، عندنا أول مسرحية، مسرحية ميلودراما. احكوا لنا عن المسرحية، الابن البكر هي أطول مسرحية. أطول مسرحية كتابة، مع أنه توقيتها ساعة بالضبط يعني، بس الإيقاع المشغول فيه سريع. مسرحية ميلو دراما هي يعني هي الابن البكر مثل ما بيقولوا، يعني هي أول تجربة لنا بالغرفة، وهي اللي عملناها بواحد شباط 2009 أول عرض عملناه. كتبت النص أنا ومحمد ونحن لسه محتارين نعرضه بالغرفة لما لا. قريت النص مع والدتي الله يذكرها بالخير، عجبها النص كتير، بس هي عجبها كتير قلت يعني بالنهايه يعني هي يعني هي الام واولادها اللي مو قاعدين فرصتهم عم يقروا لها، فممكن يعجبها النص يعني بعين امه غزال يعني، فهد ما كان يعني هي كتير اعجب يعني ابدت اعجاب كتير رهيب بالنص وقتها. صرنا نتناقش انا ومحمد بدنا نعمل العرض بالغرفه لما لا، قررنا نعمله لمده 10 ايام، انه تعال نعمل هذا العرض لمده 10 ايام. العرض النص بيحكي عن تجربه بتشبه تجربتنا، تجربه شابين دسول وممثلين انه ما عم تزبط الفرص يعني ببلد ما عم يزبط معهم شيء. قررنا نعمله 10 ايام، الحمد لله عملنا 100 عرض. 170 عرض. تمام. بدمشق يعني بالغرفه شيء 100 و 135 يمكن عرض، والباقيين برا. والباقيين برا. واخذنا في جائزه بالاردن.
جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وكان العرض هو يعني اللي خلانا نبلش نعرف انه في شيء اسمه مسرح الغرفة، وكانت أول تجربة لنا تمثيل وإخراج ونص، يعني تمثيل على الثنائي. بس هو مثل أنا دائما برجع بأكد على شيء كثير مهم، يعني الفكرة يلي أحيانا بتكون فكرة، الحمد لله ما بدي أن أقيم فكرتي، بس الفكرة اللي بتنجح وبتكون فكرة مهمة هي ما لا طلعت امبارح او اليوم، هي فكره عباره عن تراكم مدته 10 سنوات او 15 سنه، عشان ما يكون في نظريه لها علاقه بالاستسهال. يعني نعم، أظن قدمتوها هي بالدار الأوبرا. بدار بالضبط الاوبرا احد العروض اللي ندعينا عليهم بمهرجان شباب ليك وقتها. مهرجان شباب ليك. بالضبط، هي حضرتها وقتها هي بنفس المهرجان. صحيح، كان العرض المسرحية الثانية كل عار وأنت بخير. كل عار وانت بخير. المسرحية هي نعم، كل عار. 2011، قدمناها قبل الثورة قبل بشهرين الثورة يمكن تقريبا. بتحكي عن عسكري وشاعر عايشان في نفس المكان. هي المسرحية هي كنا نعمل عليها أبديت مثل ما بيقولوا، يعني يوم سقط حسني مبارك، فهو الفكرة ببلش العرض أحمد بيكون عم يلقي شعر بالبيت بالغرفة، فأنا جاي من الجيش آخذ إجازة، فكنت انا لما ادخل يوميا اقول الحدث الذي يحدث اليوم، يعني لما بيكون في عيد الفالنتاين فادخل معي بالون احمر اقول له اليوم عيد الحب. يوم سقط حسني مبارك دخلت قلت له سمعت الاخبار حسني مبارك تنحى، فكنا نعمل عليها ابديت، وحدثت الثوره اثناء هذا العرض، وتوقف العرض لانه مدته كان ساعه وعشر دقائق، وتذكر الانفجار اللي صار بالبلد، ما تعرفنا شو اللي عم يصير، وصار التجمع صعب، يعني انه انت يحضرك 20 زلمه فيعتبر تجمع، وهذا العرض على اثره تم توقيفه، عملنا اليوم. وعملنا بعد 3 اشهر عرض القصير اللي هو الثوره غدا تؤجل الى البارحه. وهو عرض كل عار وانت بخير، يعني انا بالنسبه لي هو من العروض المحببه لنا جدا جدا جدا، ولكن نصيبه كان ينعرض فقط 18 يوم، لان احنا افتتحناه يعني قبل الثوره بشوي، وبعد 18 يوم اضطرينا نوقفه مباشره للاحداث اللي صارت بسوريا، بس هو يمكن من اقرب العروض لنا نصا وتمثيل. يعني بتكتبوا مسرحياتكم سوا؟ ايه طبعا كل شيء، اي شيء بنكتبه اي شيء، بس طبعا الكتابه بتصير يعني لها علاقه يعني لها علاقه بالتنضيج، نحن نسميه تنضيج الفكره على ورق، بعدين في قبطان بيقود السفينه من بيناتنا على الكمبيوتر، بيرجع الثاني بيقرا بيصعد، الثاني بيقرا وبيصعد الافكار وبيلغي شيء بنرجع نتناقش هيك يعني. برافو برافو. المسرحية اللي بعد الثورة غدا تؤجل إلى البارحة. هي المسرحيه اللي قررنا نعملها الأكثر يعني شهرة. الاكثر شهره بسبب فكره بسبب الحدث، يعني وقت بعد ما وقفنا كل عار وانت بخير ما تعرفنا شو بدنا نعمل، يعني الثوره مبلشه، قررنا تعال نعمل عرض بس يكون قصير، يعني بحيث اذا الناس اجوا يحضروا المسرحيه ما ياكلوا هم يدوا ساعه. بين ما يجوا المخابرات يكونوا هربوا. بالضبط. فقلنا يا ترى حيجي جمهور لما لا؟ تناقشنا هيك قررنا نعملها، وقت عملنا الثوره غدا تؤجل الى البارحه لاحظنا انه اللي عم يجوا هن اللي مع الثوره. يعني صار الناس تيجي مبين هاد موقفه ثوري، وبيناتهم واحد مخابرات اجباري. هي اجباري يعني. اي طبعا. واحد ما له رضيان عن اللي يصير. وعملنا المسرحيه عملناها يمكن 25 مره 30، ما تذكر 30 مره، بس هي المسرحيه اللي سافرت معنا على امريكا، وقت مصر. سافرنا ومصر والسودان وهي اللي هلا صارت هل فيلم. تحولت لفيلم اسمه الشفق مع مخرج فرنسي، عملنا ابديت للنص، والفيلم من 5 ايام يعني كان جاهز، وشفته انا ومحمد الحمد لله، يعني لسه ما طلع بس. ما شاء الله، يلا ان شاء الله نتمنى التوفيق. الله يخليك، تسلم. الله يبارك فيك. كان ملفت بهي المسرحية اللي لفت نظري بشكل كبير، انكم خليتوا من ياخذ دور الضابط اخر شيء ينتقد النظام، والمتظاهر يحاول يهديه، يعني صار يقول الله سوريا حرية بس، صحيح صار يشتكي، يعني يشتكي من صحيح. ونحن حتى بالمسرحية اخترنا الضابط اللي هو يعني شبه مظلوم مع النظام. ليش؟ لأنه احنا لو اخترنا بالمسرحية انه تكون ان يكون النقاش بين متظاهر وشبيح، فالمسرحية بتاخذ 30 ثانية لأنه حيقبضوا. ولكن اخترنا الضابط اللي هو فقير، ومثل ما بيقولوا بالعامي درويش كتير، ومتورط انه هو بيدافع عن النظام، بس للحظه بيلاقي حاله هو محتاج حريه اكثر من الاخرين، يعني شيء شبيه بالسجانين اللي كانوا عم يشوفوا المسرحيه معنا
بأمن الجنائي. بس لحظة، في حدا عم يكتب إنه الصوت مو كتير واضح، خلينا نتأكد نعمل بروفا إنه إذا الصوت واضح يا جماعة، بس حدا يكتب لنا بعد إذنكم، وشكرا جزيلا. نحن الصوت سمعنا من عندي كمان، هل الصوت من عندي كمان واضح؟ صوتك ممتاز بالنسبة إلي. إيه وصوتكم كمان ممتاز عندي، بنشوف الحضور. أكيد كان في نشوفك شي حلقة. عوايني مع الحضور، والله كان عوايني معبيين الدنيا. بس نتأكد إذا الصوت منيح، متى واضح. واضح، شكرا يا ريهام. ريهام، واضح صوت ممتاز. شكرا شكرا يا هوي سام. تمام، اي تمام. فاللي كنت عم تفضلوا فيه انه اذا كانت شخصية تشبيه اكيد حتنتهي بشكل ما نسبي. فيك ما فيك تناقش يعني. هلا في ناس بتقول لك انه الشبيح كمان متورط، ولكن بس يعني انا من وجهة نظري قاتل يعني هذا اخي. قاتل. يعني مثل هذا كتاب ممدوح عدوان الشهير، حيوانة الانسان، هدول الناس صناعتهم كانت بشكل ما اعتقد انك تقدر تناقشهم. يعني شو النقاش اللي قتل يعني؟ كيف بدي اللي ناخذ قتل عن عمد، او اللي عذب، او اللي دخل مثلا على الاطفال الحولي، قتل الاطفال الحولي، يعني هذا تمام. يعني شو بدي اقعد اتناقش انا وياه؟ معلش، مشان شو يعني؟ صحيح. النص اللي بعده، أنا وحالي لحالي. أنا وحالي لحالي هو نص كتبناه نحن بعد ما عملنا ميلو دراما ب 2009. ب 2010 عملنا شيء اسمه تظاهرة مسرح الغرفة، وجبنا الناس على غرفتنا، عملنا تظاهرة من 6 عروض، كل عرض مدته 10 دقائق، وجبنا ناس كل شخصين يعملوا عرض. العرض تبعنا كان بهي ال10 دقائق، هو أنا وحالي لحالي، وحكينا فيه عن واحد عم يحكي مع حاله، ونقاش بين الشخصين، يعني شخص بده ينتحر والتاني عم يقنع انه ليش بدك تنتحر. وعملنا فيه نقد، يعني عملنا فيه نوع النقد المباشر شو اسمه للحكومه، بدون ما نوصل لبشار الاسد اكيد، يعني ب 2010 ما 2010. كنت فيك تحكي. بس بذكر انه لما قالوا لنا بدهم ايانا نعرضه على الاباني، فانزعجوا انه قايلين كلمه مخابرات كثير بقلب العرض، انه منتقدين المخابرات، فقالوا لنا انه بدكم تشيلوهم كلهم. هو كان في جمله بقولها انا، انه من وقت شفتها حاطه نظارات شمسيه حبيتها، وحبيت كل المخابرات اللي بيشبهوها، المخابرات حبيباتي، انا هيك بقول. يعني ما بعرف شو يعني بنتمسخر عليهم شوي. فهن قالوا لنا بس تعرضوا هي الكلمه بتنشال. فانا واحمد كنا قاعدين بمديريه المسارح، فقلنا هي بتنشال، طلعنا ببعض قلنا له طبعا طبعا بتنشال، ويوم العرض طبعا عملناها. برافو. شوف يعني الواحد لازم يكون اخلاقي مع كل العالم الا مع النظام السوري. يعني في شاعر عراقي اسمه شاكر السماوي. شاكر السماوي الله يرحمه، بيقول لك لا اخلاق من طرف واحد، فمن المستحيل تكون اخلاقي مع هذا النظام. عميقة صراحة العبارة، بالفعل لا أخلاق من طرف واحد. المسرحية اللي بعدها في انتظار غودو. غودو انتظار جودو مسرحية، طبعا هي في انتظار جودو الشهيرة تبع صمويل بيكيت، نحن أخذنا في انتظار جودو تبع الأخوين ملاص. نحن ما مثلنا هاي المسرحية، مثلها أصدقائنا علاء ديار التظاهرة. بالتظاهرة، علاء ديار بكرلي ومحمد ايتوني، الشباب، حدا بسوريا يمكن، حدا بالنمسا لسه، حدا لسه بسوريا، حدا بالنمسا، صرت أحس اللي بأوروبا لسه والتاني اللي مهم مسافر. مسافر. فهدول الشابين من اصدقائنا هن اللي مثلوا العرض، مو نحن يعني. والمسرحيه كمان بتحكي فيها كمان هذا الشكل النقد يعني مسرحيات ال10 دقائق كانت هيك عندها تيمه معينه بتظاهره الغرفه يعني. الحقيبة، احكوا لنا عن الحقيبة قبل ما ننتقل للمسرحية الفرنسية. مسرحيه الحقيبه، مسرحيه كتبناها بعام 2016 بلحظة، يعني قررنا نكتب مسرحية لها علاقة باللغة الفصحى وبنفس الوقت لها علاقة بالحرب. وبعد ما أنت صار لك فترة ما كتبت مسرح، يعني كان صار لنا فترة مو كاتبين مسرح، رحنا لخيار النقاش الحرب بطريقة مختلفة، وكتبنا هي المسرحية، واللي هي المسرحية وهديناها طبعا لصديقنا اسمه رضوان شبلي، أعتقد أعز الأصدقاء. واحد من أعز أصدقائنا يعني المسرحيين. ايه وشو اسمه، وهي المسرحيه كتبناها وما عملناها لسه، ولا ما حدا مثلها، هي اساسا يمكن في ناس ما بيعرفوها يعني بيحيروها اول مره بالكتاب. عندي صديق يعني طلع عليها وحابب يعملها فيلم، وعم نحكي بهذا الموضوع احنا وياه لسه. أنا أجلت المسرحية الفرنسية اللي أحكي عنها بالأخير. قبل ما نتكلم عنها لفت نظري بصراحة، أنا شفت لكم عدة مسرحيات عم تمثلوا بالفرنسي. يعني الواحد لما هاجرنا كنا سوريين،
قطعنا في مختلف بلاد العالم، صرنا نتعلم اللغة لنحسن نبيع ونشتري، نحاكي الجيران، نحاكي الناس. أما تمتلك اللغة راح تتمثل فيها وتأدي مسرح، لفت نظري هذا الشيء تماما. ما شاء الله، يعني شيء كثير رائع. كنا عن هاي الفكرة قبل ما نحكي عن المسرحية. نحن بالعموم بالحياة ما كثير نحن ناس بتحب الدراسة، يعني الدراسة بمعناها تمسك تدرس، فكان في خطوة إنه نتعلم اللغة الفرنسية ما لها سهلة كثير، وخاصة نحن وصلنا على يعني بلشنا نتعلم عمرنا 30 سنة لما إجينا فرنسا. ولكن نحن عملنا عرض كان في ترجمة محطوطة فوق بالمسرح عربي، والترجمة كانت بالفرنسي، لقاء مع الشيطان. لقاء مع الشيطان اسمها. فقلت له، كنا تناقشت انا واحمد، قلت له اذا ما قدرنا نمثل بالفرنسي حيكون صعب انه نتواصل مع الجمهور، لانه الجمهور قد ما عم يقرا ترجمه ويشوف، بس مو مثل لما انت بتحاكيه بلغته وبيكون عم يشوف وجهك لما بتحكي الحدث الدرامي او الحدث الكوميدي. فقررنا انه لازم نجرب نعمل عرض مسرحي باللغه الفرنسيه. مشان هيك رحنا على دراسه اللغه الفرنسيه، درسنا كتير بصراحة، يعني ما أنا بحياة عمري ما بتخيل إني كنت أدرس 6 أو 7 ساعات باليوم، هي بالنسبة لي إنجاز يعني، وعملت هيك، كنا ندرس كل يوم 6 ساعات يعني. عملنا 3 سيمستر بالفرنسي، أو يعني A2 BA، وكتبنا هذا النص بالفرنسي مع الأخطاء الموجودة فيه، لأنه الشخصيات هن لاجئين بفرنسا فبيحكوا، لأنه الفرنسي فيه الماسكولا وال الجمع والمفرد يعني. الجمع والمفرد والمؤنث والمذكر، أي. يعني هن عندهم الشمس يعني بتفرق، مو مثل العربي، فانت بدك تحط يعني شغلات تانية فبتطلع بتحكي شوي اوقات مبين مخربط يعني. ولكن بررناها انه شخصيات لاجئين، ونحن لهدرجه انه اول مره كنا نعرض نطلع من العرض الناس تيجي تحكي معنا بالفرنسي بسرعه، فكنا حافظين جمله نقول لهم باردون جو بارل فرونسي دون لو سبيكتاكل ميور كو لا في، يعني عفوا نحن بنحكي، انا اتكلم الفرنسيه بالعرض افضل من الحياه، لانه الناس آه. كانت تعتقد ان نحكي فرنسي كثير منيح، فيجوا وبسرعه يناقشوك بالعرض ويحكوا كثير سريع. ونتورط يعني. فبعدين يعني انه لازم يكون في موجود حدا قدامك لحتى يترجمك. هلا لما بنعرض لهذا العرض حاليا، لا هلا جو بارل فرونسي دون لا في ميور كو لو سبيكتاكل، لو سبيكتاكل هلا بنحكي فرنسي بالحياه افضل من العرض، ولكن بأول سنتين نقدم العرض فيها كانت ورطة، يعني انك انت تحكي مبين بتحكي فرنسي منيح وبعدين وبدي احكي ملاحظه مهمه لها علاقه بانه نحن النظريه الانهزاميه الموجوده دائما عندنا، نحن دائما في عندنا اي حدا بده ينجح وينه هذاك روحوا روحوا كسروه، ومين اللي فشل تعال صحيح. روح لعبده نعزيه، بس يعني يفشل الواحد بيطلع في كثير ناس رحيمين. هي بتشوف انت اوقات على الفيسبوك حتى بتلاقي مثلا واحد كتب انه هو مثلا مكتئب او هو مريض الله يعافينا بسرطان او شيء، تلاقي كل اصدقائه بيكتبوا له، بس اذا كتب انه نجح او مثلا هو حاطط بباله فكره ما حدا بيرد عليه، فنحن عندنا هي العاده دي. فهي النظرية بمسرحية اللاجئان نحن اشتغلنا عليها. كنا بفترة بالأردن عندنا عرض مسرحي بالأردن مع الأستاذ المخرج طلعت السماوي اسمه سفرة بلا سفر. بهي الفترة نحن مسرحية اللاجئان عندنا عرض بفرنسا بس نرجع، فنحن مستمرين بروفات أنا ومحمد مع بعض بالغرفة بالأردن مطرح بروفاتنا للمسرحية الثانية. يعني مارقين قدام مركز ثقافي فرنسي، دخلنا على المركز قلنا لهم مرحبا نحن سوريين وكذا وعندنا مسرحيه وعم نحكي بالفرنسي، وافتتاح المسرحيه بعد شي 20 يوم بفرنسا، حابين نعرض عندكم. قام قالوا لنا نحن كثير جاهزين بس ممكن نشوف مقطع صغير من المسرحيه بس نتاكد شو الشغل. قلنا لهم ايه. قال امتى؟ قلنا لهم هلا. قال كيف هلا؟ ما بدكم مسرح؟ قلنا لهم بدنا طاوله وكرسيين فقط. قال اوكي هي طاوله وكرسيين، عملنا لهم مقطع من المسرحيه. قال اوكي الاسبوع الجاي بتعرضوا عنا، لسه نحن مو عارضين مسرحيه ولا مره. بعد اسبوع لقيتهم عاملين بوسترات وموزعينها ومدري شو الى اخره. كالعاده بقى اجوا مكسرين النجاح، وين عم تعرضوا؟ بالمركز الثقافي الفرنسي بلغه فرنسيه وانتم فرنسيتكم لسه مكسره وبدكم تعملوا. قلنا لهم نحن عاملين مبرر درامي ممتاز انه اللاجئ هو عم يحكي باللغه. وقال لك المركز الثقافي بالاردن مو مثل المركز الثقافي بالشام، الشام لانه كان عنده جمهور كبير. قال لك الاردن يعني دوبه يجيك 10 اشخاص. فقلنا يا اخي اجى 10 اشخاص بنعرض كانه بغرفتنا ل 10 اشخاص، المهم يعني ناس يقولوا ايه ولا ولا تعمل. نحن بالنسبه لنا اي تجربه تستحق انك تعملها. يعني انا اذا عملت هي التجربه وما نجحت كثير احسن ما اني اقعد احط ايدي على خدي اقول يا ترى كانت نجحت او لا. يعني الحياه بتعلمك دائما لازم اي تجربه تكون انت جريء اتجاهها. ورحنا وعملنا هذا العرض من دون مبالغه، يعني بذكر انا
انا محمد بكون موجود على المسرح وانا بفوت بعد 5 دقائق. انا عم بطلع لبرا شفت ناس عم يفتحوا الباب ما عاد قدروا يفوتوا ورجعوا. اوه مو بس الصاله كومبلي، لا على الصاله الواقف. كومبلي وناس على الواقف وضافوا كراسي ووقفت العالم ورا وبعدين سكروا الباب قالوا ما عاد في مجال حدا يفوت. واللي حضر افتتاح مسرحيه اللاجئان، ما بعرف اذا في حدا اونلاين معنا حضر افتتاح مسرحيه اللاجئان، الافتتاح كان لانه بعدين احنا اندعينا للحفل الفرنكفوني بنفس المكان، يعني عملنا شي 5 عروض، بس الافتتاح كان افتتاح مذهل، وكنا اول مره عم نختبر اللغه الفرنسيه للعالم. اي وقتها من كثر ما شفنا تفاعل عظيم قررنا تعال اقول لك تعال نشتغل مسرح بالفرنسي دائما. هو هون بيلفت النظر، لما طلعتوا على فرنسا لقيتوا الوضع على المسرح مختلف، والمسرحيين والجمهور وال كتير كتير يعني هون في ثقافة مسرح، هون العالم المسرح عندهم ثقافة، مثل رغم انه اللي عايشين بفرنسا بال80 يعني اللي المسرحيين القدماء بيقول لك بال80 كان احسن من هلا، انا بستغرب من الكلمة يعني بقول شو احسن من هلا شو كان هذا، بس بشكل عام احسن بكتير. هون ثقافة مسرح، الناس تروح تحضر مسرح بشكل دائم، لازم يحضروا كل العروض مثل عنا اللي بيقلب كتير على التلفزيون مثلا او شيء، في ثقافة مسرح كبيرة. طبعا هون في ثقافة كتير كبيرة للمسرح، الجمهور هون في نسبة كبيرة من الجمهور، يعني أكثر الجمهور اللي أنا شفته هون هن بيجوا على المسرحية هدفهم يقرأ ما بين السطور. هذا بدي اقول لك اياه، أنت برافو. كمان يعني مو جمهور المسرح المباشر او المسرحيه، المسارح الكوميديه او لا 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 جمهور بالعكس المسرح بالعكس، العميق. يعني في ناس بيناقشوك أحيانا بأشياء، يعني أنا ومحمد بمسرحية لاجئان عندنا نظرة للأفق، في ناس في وحده اجت قالت لي انه هي نظره للافق، هن ولدوا من جديد لما هن انتحروا، لما هن رجعوا للحياه، لما هن لساتهم عايشين وعايشين على امل، فعرفت يعني بيصيروا هن بيفسروا كل واحد حسب مرجعيته. وليش حطيت هون الموسيقى هاي؟ طبعا بس بيناقشوك بحب، يعني انت بتحس في نقاش تمام. علمي، واحد جاي يكسرني. بصراحه في ثقافه مسرح، يعني في ثقافه كبيره والله للمسرح بيتعاملوا، مثل بسوريا اذا مثلا فجاه انتوا تعالوا نتبوك شلون كله بيقوم. في ناس واقع يعني للمسرح. طبعا ايه طبعا طبعا في ثقافة مسرح يعني فرنسا وباريس يعني. برافو. طبعا في دعم حكومي مثلا او دعم شيء يعني للمسرح. طبعا هنا هون في قانون اسمه الانترميتان دو سبيكتاكل بيخص الفنانين، اذا اشتغلت 510 ساعات بالسنة ودفعت ضرائب هون، فالسنة الثانية كل شهر ما بتشتغله بيجيك معاش كبير بيعتبروك لانك اشتغلت السنة الماضية، فبترجع كل سنة لازم تشتغل ال 510 ساعات تدفع ضرائبهم بتضل، وهذا القانون بيعطيك كتير حقوق أخرى بعدين. وما له موجود غير بفرنسا وببلجيكا بس على فكرة، ايه ما له موجود في فرنسا بأوروبا مو وبلجيكا. موجود، لأنه هو بالذات للمسرحيين هو دائما هن بدهم يدعموا الفنان المسرحي، إنه أنت إذا اشتغلت طبعا الفرنسيين مثلا بيشتغلوا دوبلاج 500 ساعة كونه بيطلع لهم مصاري، وبعدين بيقضوا شغلهم هن عم يشتغلوا موسيقى أو مسرح، الأشياء اللي أحيانا ممكن ما تطلع لهم كتير مصاري مثلا، فهن دائما بيحاولوا يخلوك تشتغل. مع العلم أنا ومحمد يعني هي النظرية الطبيعية ان الممثل بيعيش من التلفزيون والسينما والمسرح بيشتغلوا حسب فضاته، يعني محمد بنعيش من المسرح صراحة لا يعني. احنا بنعيش من المسرح، والافلام اللي بنعملها بدون مصاري بندفع عليها من جيبتنا من المسرح، يعني نحن عاملين جايبين القصة بالعكس سوريين. برافو برافو. كل النصوص اللي انتم قادمينها من كتابتكم؟ بشكل عام قصدك؟ بشكل عام او في الكتاب؟ هلا بالكتاب كله طبعا تأليفنا 100%، بشكل عام لا نعم. نصوص تانية مو تأليفنا، عملنا مرة نص اسمه دكان النظام كان اي تأليف بشار غوجل، بشار غوجل. عملنا من فترة مسرحية مع مخرج بلجيكي بإيطاليا وبعدين عملناها ببلجيكا، كان النص لبريخت مواطن طيب من سيتشوان، المواطن الطيب من سيتشوان، وهو عملها يعني اشتغلنا مع إعداد درامي. مخرجة فرنسية ديان كانت هي كاتبة النص، مع لوغو بونسولي كان بيعمل بيكتب على الخشبة، يعني بيجيب الممثلين كلهم بيضل بيعطي فرضيات وبيضل بيصور فيديو وبيكتب ورا الفيديو. طبعا كان هذا عرض 8 من البرازيل، انا واحمد من سوريا، 2 من المغرب من توغو، كان جنسيات مختلفة كتير، موسيقيين. ومثلا وباليابان كان عرض دمى، لما احنا رحنا على اليابان هن دخلوا مع الدمى، دخلوني انا ومحمد كممثلين على الخشبه، كمان يعملوا ابديت للنص هن، وحكوا عن هيروشيما وحكوا عن سوريا بنفس الوقت، يعني دخلوا لانه انه لقوا انه في تشابه بالحالات بالمجازر اللهم ايه عافينا، يعني يعني الله يعافينا بالشيء اللي صار، يعني هن
مشان هيك نحن كنا هنيك، يعني صرنا نقول انه بشار الاسد هو قنبله هيروشيما يعني نزلت على سوريا. آه برافو. توجهت للسينما. أيمت كانت البداية لما بلشتوا باتجاه السينما ورحتوا باتجاه السينما؟ السينما يعني بالمختصر نحن جينا لهون مثل ما قال لك احمد، فقدنا مسرح الغرفه، فقررنا نعمل فيلم ونجرب نعمله بالكاميرا المتواضعه بطريقتنا. عم نكتب كنا لسه بالبدايه، ما كان براسنا انه نحن نكون المخرجين تبع العمل. في مشهد بقلب الفيلم، فيلم طويل، بقلب الفيلم في مشهد انه شخص بينزل على باريس وبيبحث عن المخرج العالمي عباس كيارستمي الله يرحمه. فنحن عم نتناقش هذا مشهد بفيلم طويل، فما عاد اذكر انا او احمد اللي قال انه هذا المشهد خرج يكون لحاله فيلم قصير، يعني ما يكون فيلم ضمن الفيلم الطويل. تناقشنا كثير بعدين كتبناه كفيلم قصير، بعتناه لاكثر من حدا انه ما كان ببالنا نحن نكون ما كان المخرجين. ببالنا نكون نحن المخرجين. بعتناه لكم حدا، في حدا ما اتفق مع الفكره، في حدا اتفق مع الفكره بس نحن ما اتفقنا. اخر شيء قلت له لاحمد، او هو قال لي بصراحه بنسى، يعني انه المهم اتفقنا انه تعال نحن نجرب نخرج هذا العمل. اخذنا بنصيحه المخرج الايراني مخمل باف، محسن مخمل باف، اللي قال لك لو ما قدرت تدرس السينما فروح شوف 200 فيلم واقرا 200 كتاب بتكون عملت ماستر بالسينما، اذا خليتهم 500 ب 500 بتكون عملت دكتوراه بالسينما. فكانت مشاهداتنا كثيره، قراءاتنا كثيره، وفي على اليوتيوب نعم صار كثير تفاصيل تقدر تدرس طريقة الكاميرات والتصوير. في 100 حدا بيعمل، وناس مهمين، وفي شباب على فكرة أعمارهم صغيرة ولكن بيقدموا معلومات قيمة جدا. عن طريق هذا الموضوع قررنا نخرج أول فيلم، أخرجنا البحث عن عباس كيارستمي وقلنا بنعمل هالتجربة. لما راح مهرجانات وأخذ جوائز وانتشر كتير، فحسينا إنه نحن يعني مثل مسرح الغرفة، هي الخطوة الأولى لازم نكررها، وبلشنا نعمل سينما. آه برافو. كل شيء عملتوه كان إخراجكم أو كتابتكم، ولا شاركتوا بشيء بأعمال كبيرة؟ شاركنا كممثلين مع مخرج اسمه جيسون بريطاني، وشاركنا بمصر وقت اشتغلنا، وشاركنا بأفلام طلابية. بس الأفلام اللي بنخرجها نحن دائما نحن كاتبينها. ايه، وبشكل عام نحن بنتعامل مع هي الأفلام، يعني هو أحيانا نحن دراستنا الأساسية هو التمثيل، بس احيانا في شغلات انت لما تكتبها بتصير يعني ما حدا غيرك بيقدر يحسها او يشعر فيها، صحيح فنحن بنقرر ان احنا نعملها يعني مشان تطلع بتشبه ما نريد، هو بيكون مشروعنا اساسا وقت ما نبلش فيها. طبعا في مشاريع بتكون اوقات، يعني مثل في مشروع اسمه انا لا احب السكر، كتبناه نحن ومثلناه بس اخرجه وسيم قشلان صديقنا عايش بالسويد. هذا كان على اتفاق مع بعض، حكينا تكتبوا نص نعمل، هذا بيكون مشروع مشترك يعني. ايه بالضبط. اه تمام. شو أخذتوا جوائز؟ حكوني عن الجوائز اللي أخذتوها سواء سينما أو مسرح. هلا اول شيء بدي اقول انه الجوائز كثير كثير شغله عظيمه، انك انت تحس انه جهدك هذا تقدر. بس كمان دائما في نقطه كثير مهمه من وجهه نظري، انه جائزه دائما انا بقول مدتها هو اليوم اللي بتاخذ فيه الجائزه، لانه ثاني يوم هو ماذا سنفعل الان؟ شو حنعمل شيء جديد؟ لانه دائما حتى الجوائز احيانا ممكن يكون في فيلم احسن من فيلم، ممكن يكون في ممثل مهم ما اخذ، مثل انتون كوين ما اخذ اوسكار بحياته، هو واحد من افضل الممثلين بالعالم. اللي عمل عمر المختار وعمل زوربا انتون كوين. بالنسبه للجوائز بشكل عام، مثلا اخذنا بكاس العالم، اخذنا جائزتين بامريكا، البحث عن باس كيارستامي اخذ جائزه هوليود اونلاين، واخذ جائزه افضل السيناريو بتهارقة السودان، افضل فيلم باسكندريه، وافضل فيلم بمهرجان ببريطانيا. الاخوين لومير اخذ جائزه اونلاين فرنسا، السجاد الحمراء اخذ جائزتين تمثيل بالهند وباونلاين اسطنبول، ايام الكرز اخذ بالبوسنه افضل جائزه الجمهور، جائزه الجمهور من السنه الماضيه استلمها، والى اخره يعني. بس مثل ما قلت دائما الجائزه هي ميزتها انك انت بتحس بالقيمه للي عملته، ولكن ماذا سنفعل غدا؟ وهذا بالنسبه لي هو الاهم. نعم. كمان سؤالك لفت نظري، هل ينفصل محمد عن أحمد؟ كتابة، تمثيل، مسرح، سينما؟ انا بشوفه احسن ممثل بالعالم، هو بيشوفني نفس الشيء. برافو. يعني مشاريعكم كلها سوا، لا هلا أعمالكم كلها سوا. بشكل عام هي سوا بالمشاريع اللي نحن يعني نحن اللي بتكون مشروعنا، انه تعال نعمل هذا المشروع. بس في اشياء، محمد شارك بفيلم اسمه طريق،
خليه هو يحكي عنه اكثر، يعني ما كنت انا موجود فيه يعني. لا اكيد نحن ما عندنا مشكله بانه نقدر كل واحد يمارس، لما بيجي عرض بيكون لحدا واحد من بيناتنا، ما عندنا مشكله ما اكيد. اكيد ما عندنا مشكله بالموضوع يعني، بس هي مشاريعنا اللي عم تصير دائما عم تكون ثنائيه يعني. حتى مره عملنا، لما عملنا كاستنج مع الفرنسيه ديان اسمها على دور واحد، عملنا كاستنج نحن اثنين، قام هي عملت الشخصيه اثنين. ولما عملنا كاستنج عند المخرج البريطاني فهو اصر انه يكونوا الاثنين موجودين. وكذلك الامر يعني في كاستنج بتعمله فالمخرج بيلفت نظره وبيقسم الشخصيه لاثنين، اما لو كانت لواحد اكيد ما في اي ما في مشكله. مشكلة. محمد شارك بفيلم اسمه طريق، المخرجة المخرجه حلا العابد والكاتب اسمه مالك فؤاد ومالك ناموس، وصورناه بالاردن والفيلم يعني تقريبا قيد الانتهاء يعني. يعني كممثلين نحن بنشتغل منفصلين منفصلين، بس كاخراج وتاليف ابدا، لا ابدا. ما بنشتغل سويا دائما. ما شاء الله، ما الله يوفقكم يا رب، ان شاء الله يعطيك التوفيق موفقين يا رب. شو كمان، في بعض الأسئلة اللي لفتت نظري كنت كاتبها. مثل جوائز المسرح، حكيت شو عن جوائز المسرح؟ جوائز نحن المسرح مو مو مشاركين للاسف بال... يعني بسوريا. كل شيء مسرحيات عملناها حاولنا كثير نحن انه نقدر نسافر ونعمل شيء، هن ما خلونا نسافر ولا عرض ولا خلونا نتحرك. نحن هي شاركنا ب يعني شاركنا بمهرجان واحد فقط. في جوائز، كل عروضنا الثانية من عروض خاصة أو حدا دعانا يعني، مو ضمن مهرجان. فهو يعني هذا العرض الوحيد اللي شاركنا فيه بمهرجان فيه جوائز هو بالأردن كان الأردن، وأخذنا جائزة لجنة التحكيم. ندعينا على مهرجان بكندا، مهرجان كثير مهم لمسرحية اللاجئان، للأسف ما أخذنا الفيزا، صار مشاكل بالفيزا لأنه سوريين وإلى آخره، وخسرنا المهرجان. يعني حتى هن بعثوا لنا إيميل محترم إنه بس تاخذوا الجنسية الفرنسية نحن حنستقبلكم لأنه بدنا العرض ينعرض بمهرجاننا. بس غير هيك مديرية المسارح السورية الله يجزيهم الخير يعني ما تركوا لنا مجال نشارك ولا أبدا مهرجان. يعني، حاولنا نروح يعني حتى قطاع مرة رحنا غزة. أنا ومحمد قلنا له إنه نحن مستعدين نطلع بعرض مسرحي ديكورنا شنطة في بقلبه اغراضنا وفقط، احسن ما انه انت يعني هن دائما ياكلوا هم الديكور، انه بده يحملوه كيف بده يحملوه بالطياره لما بده نحن يشحنوه. فعليا ما عندنا إضاءة بالعروض، دائما بتفتح الإضاءة بأول العرض وبتختم بآخر العرض يعني، نعتبر ما عندنا. الاضاءه والموسيقى بنستخدمها نحن من قلب العرض، ففعليا نحن ما معنا تقنيين حتى. ولكن مديرية المسارح لازم يطلع العرض في 30 شخص مشان يسفر أولاده وبنت خالته وبنت عمته ويقبض عليهم، ويقبض عليهم، يقبض عليهم. فاثنين ما بيقدر يسرق بقلبه، فصعب عليه. معه حق الزلمة، عم يشتغل بوطنية يعني. ما شاء الله، شو وطني. يمكن وجودكم مع بعض ميزة لبعض. طبعا اكيد ميزه بالتصعيد، لانه انت اوقات لما بتطرح فكره بدك تعمل، بيقولوا بيقولوا كلمه بالانجليزي ما بعرف شو بيقولوها، انه عصف ذهني يعني، هي بالعربي ايه، برين ستورم. برين ستورمينج يعني. انا ما قلتها بالانجليزي لانه ما بعرفها، فبس ترجمتها بالعربي غريبه، العصف الذهني. نحن لما نكون مع بعض يعني تقريبا هي الحاله متواجده دائما، حتى هلا كل حدا ببيته متزوج، بس على الواتساب دائما شغالين. انا بتطلع براسي فكره ببعتها هو، فبضل عندنا التصعيد موجود دائما يعني، فمشان هيك الافكار عندنا هذا مهم كثير يعني، بتاخذ. والمقاهي في بلاد العالم تحكي عن هذا الموضوع يعني، لأن احنا يعني دائما بالمقاهي في لنا حكايات يعني، بنقعد وبنكتب يعني اي مكان بنروح له بالعالم لازم اول شيء نشوف، مقهى نلقط مقهى نقعد فيه. ونحكي ونتناقش بمشاريعنا يعني. ما شاء الله. شو المشاريع الحالية، مسرح أو سينما، أو المشاريع القريبة الآن؟ مشاريع القريبة هلا، الفيلمين اللي خلصنا مونتاجهم من فترة، إن فيلم أحدنا غادر الصورة اللي عملته أنا ومحمد وكمان المصور سعد حقي، والفيلم الثاني اللي خلصنا مونتاجه اسمه رسائلي فقدت الذاكرة، واللي هو كان بطولة صديقنا خالد أبو بكر، وكان من تأليفنا وإخراجنا، ورح صورناه بهولندا مع فريق ما بدي أذكر هلا، أنسى أسماء يعني. هدول المشروعين اللي هن خالصين، ونحن حاليا عم نكتب شغلة ربما نعملها، لسه ما لنا متأكدين إذا الكورونا هدى معنا ما خذلنا. ما خذلنا الكورونا وضلينا مفتوحين بطرق أوروبا. عم نكتب شغلة لليوتيوب، سلسلة قصيرة بنعرضها على اليوتيوب قريبا. الله أعلم إذا حنعملها لما لا. هلا عم نشتغل على النص، وممكن نعملها، حيكون مشاركين معنا عدة أشخاص يعني، مو بس احنا الاثنين هالمرة. في مشروع انه نمثل بمسلسل فرنسي،
بس لسه ما تأكد الموضوع يعني، لأنه هي القصة هون بدك أجا أختيستيك هو مسؤول عنك ويوقع العقود وهي، فنحن عملنا كل الخطوات الأولى بس بقيان يعني الخطوات الثانية يعني لسه ما كمان هي ناطرينها، كمان ناطرينا. إن شاء الله إن شاء بس الله مو دور إرهابيين. إيه الحمد لله مو دور إرهابي هون. أول شيء لك تاع عربي دور إرهابي. للاسف. ما شاء الله حكم. الله يحميكم يا رب. كنا عن تبع حكيتوا عن اليوتيوب، سويتوا تجربة المرآة أظن كانت هون في اسطنبول. طبعا تجربة المرآة اللي كانت مع تلفزيون سوريا إخراج عمر تلفزيون معيش سوريا. وتأليف أحمد عزام، هو العمل هذا أخذ على مستوى الجماهيرية يعني اللي أنا وأحمد عنا إياها، حسيت الناس كتير عجبهم وحبوه كتير. طبعا لا شك النص اللي كاتبه جيد جدا والمخرج جيد جدا جدا جدا، عمر معيش حدا ودي اقول انه الكاتب ذكي جدا. ودي اقول انه الكاتب احمد عزام يعني هو اللي دافع عن وجودنا بالعمل على فكره، يعني هو العمل ما كان دائما للاخوين مراس، يعني هن راحوا بين حدا واثنين ثلاثه، بس احمد عزام من الاشخاص اللي متابع مسرح الغرفه بشغف، وهو اللي دافع عن وجودنا عده مرات لانه العمل تاجل، ظل يتاجل شي 9 شهور ايوه يعني. حتى بعدين بتذكر انه في طلعنا نحن العمل اجى حدا بدالنا بعدين يعني، فهو احمد عزام اللي دافع عنا ان من هو هون. كان عم يقول انا شايف محمد واحمد، حتى اخر شيء كان بده يصير محمد وممثل تاني بدون احمد مثلا او بالعكس. ايه ولكن عملنا العمل الحمد لله، العمل جاب نتيجه ممتازه، ولهلا بتوصلني والله رسائل عن هذا العمل، ايمتى جزء تاني والى اخره، ونحن كثير رضيانين عنه. بالفعل كان من افضل الاعمال اللي عملت لليوتيوب، مميز. وكان نعم كثير مهم في حركه مؤسساتيه، يعني كان معنا مصورين مسؤول صوت، يعني انت مو كل العمل انت عم تعمله لحالك، لا كان في مؤسساتيه صغيره 5 6 شباب، يعني ما كان عندنا كاست 50 واحد لا 1000 يعني، بس عن جد كانوا كلهم يعني كل الاسماء اللي موجوده على التتر هن اسماء شباب جدا جدا اشتغلوا وجدا من موهوبين قلبهم فعلا، من قلبهم اشتغلوا، يعني اللي اشتغل الصوت اللي اشتغل الديكور اللي اشتغل بالانتاج وما كلهم ما يعني. كان لها ظروف عظيمه يعني اللي اشتغلنا فيها بالنهايه. بالنهايه ما بتعرف انت اي وضع شغل، وخاصه بالوطن العربي دائما احنا عندنا كثير مشاكل للاسف يعني، ولكن هن اشتغلوا بشغف يعني وكل احترام. نعم. في حدا من ال... إذا بتحبوا ننتقل لأسئلة الجمهور، أو إذا في عندكم شيء تضيفوه بما نسمع الأسئلة أو نقرأ الأسئلة. ممكن نشوف إذا حدا عنده كم سؤال، لأنه يمكن صار لنا ساعة بالضبط، فممكن نقعد كمان شوي لنشوف صار لنا إذا ساعة حدا صح. عنده سؤال. إذا حدا عنده أسئلة جاهزين، نحن جاهزين نجاوب مشان ما نعمل لايف 13 ساعة ونعتبر حالنا سحبنا يعني. هلا بنشوف إذا في أسئلة يعني. بس هون البث المباشر الأول شغلة مرتبة، ما هيك؟ شلون؟ شو هو؟ البث المباشر الأول إلكم هادم كيف؟ إيه أول بس أول لايف بالتاريخ لإلنا على الفيسبوك، بس منيح يعني والله لقيت إنه ظريف. كويس يعني، إيه لا منيح منيح حلو. ومشكور طبعا إن كمان أنت الإعداد والأسئلة يعني، كمان إنه إذا عملت لايف وما في محتوى ف طورنا الطريق إنه في وبالضبط. كثير ناس عم تعمل لايفات بدون محتوى الله يعافينا. بس سؤال الله وأنا يعافينا. أحبكم يحيى أبو خالد، أحلى عالم بالعالم أخواتي التوأم، هذول الشباب التوأم أحلى عالم أحلى بالعالم، عالم أخواتي، تحياتنا لكم. نحن نحن نحبكم نحبكما. في خطة زيارة لأمريكا عم يسألونا. والله يعني نحن كنا نتمنى انه نعرض هناك، بس نحن ما عندنا الجنسيه الفرنسيه لسه، ففي قصه الفيزا شغلتها كثير طويله، ومع عمو ترامب هلا كل شيء عم يصير صعب. نحكي هون آه نحكي هون. لازم احكي هون بحكي البيت. ومع عمو ترامب كثير الموضوع صعب، ولكن اذا اجت اكيد دعوه. نحن زرنا امريكا مره بال2012 عرضنا باكثر من ولايه، فايه في خطه دائما، بس ناخذ الجنسيه الفرنسيه اكيد بتصير اسهل القصص يعني. انت استاذ ابراهيم الاسئله مبينه عندك صح؟ فيك انت اي مسألة مين عندي؟ اي نعم. فيك تدير في هذا الموضوع. كمان سأل عن كندا نفس الشيء، انه في فكرة تزوروا كندا. للاسف كان عندنا مسرحيه بكندا مثل ما قلت بالمهرجان، بمهرجان مهم كتير والله يعني، وبيختاروا من العالم كله. قديش كم عرض؟ يعني ما بيختاروا عدد 20 يمكن 20 او 30 عرض، وكان عرضنا بيناتهم للاجئين بالمسابقه يعني بس للاسف انه تاجلت هلا، لحتى بسبب الفيزا. بجوز نجي بعد سنه او سنتين اكيد نحن حنعلن على صفحتنا. في عندنا علي القادر، أول شيء شكرا للطاقة الإيجابية، ما شاء الله حولكم يعني متميزين بهذا الجانب. بدي رأيكم الوضع في سوريا حاليا. والله يا علي، نحن دائما بنقول الامل بالله كبير، ولكن الوضع السوري اينشتاين شخصيا هلا يمكن ما بيعرفوا، انا دائما بقول انه نحن عندنا امل كبير، بس انه هيك الله يوقف مع الناس اللي موجودين جوا والناس اللي بالمعتقلات. ودائما بقول الامل كبير الامل كبير، لانه اذا بتقرا التاريخ يعني ما في دكتاتور بقي، يعني اذا بتقرا التاريخ اللي عم يصير فينا هو مكرر، يعني نحن دائما بنقول انه
شيء صعب وشيء مستحيل. لا لا، التاريخ كله، نحن البلد اللي هلا عايشين فيها اللي مليئة بالديمقراطية هي فرنسا، ما لها جنة، فيها كتير أخطاء، بس هي الدولة اللي فيها قانون. أنا شخص هون ما حدا بيعطي حقي، في قانون. هي الدولة اللي اسمها فرنسا أو هي أوروبا، هدول في مرقوا بمراحل متعبة ومرهقة ومجازر إلى آخره، ولكن اليوم وين وصلوا؟ بالضبط. فدائما الأمل موجود. نعم، سؤال هيك من عندي، فكرتوا تعملوا شيء عن سوريا؟ احكي قصة سوريا كسينما أو كمسرح بشكل مفصل أو مطول أو بفرنسا أو هلا بشكل عام، يعني نحن شوي انا ميال لتناول القضايا الصغيره، يعني مثلا لو بدي احكي عن سوريا كامله، انت هون بدك تحتاج بحوث وجهد كتير كبير، وبدك انتاج كتير ضخم، وبدك يعني تاخذ كل تفصيل. نحن انا واحمد ميالين لاحكي عن قصص صغيره، ولكن يعني انت ممكن تحكي عن قصه عائله بسيطه تهجرت من مدينه الى مدينه. نحن ميالين اكثر لهاي القصص، وخاصة لما بيكون انت يعني بتتحكم بالانتاج بهذا الموضوع. اما بدي اضيف شغله، احيانا القصه الصغيره بتحكي عن كل شيء صار بسوريا. مثال الروايه الجديده ما لها كثير جديده صارت، كتب بعدها الاستاذ خالد خليفه، عمل روايه اسمها الموت عمل شاق. هي نعم الروايه اذا انت بتقراها مسيرتها بتحكي عن سوريا بالضبط. هي فكرتها لانه الشابين ومعهم جثه الاب والأخ وأختهم واختهم الوصيه، انه بده يدفنوه من دمشق، بيطلعوا يمكن على مدينه ثانيه بدهم يدفنوه هنيك، ولكن الروايه كلها هذا الطريق. فيعني انا بشوف انه انت بالحكايات الصغيره بتقدر تحكي قصه وطن. نعم، في شب كأنه ظروف الإنتاج كلها في العالم نفس المبدأ، إنه إذا بدك إنتاج ضخم فبدك مظبوط. بادجت كبير، فبتشتغل فالعالم بتشتغل أعمال صغيرة ولكن بسوريا كان هيك. هلا بشكل عام شوف، اي عمل فني برأيي، اي عمل فني لما يدخل فيه انتاجات كبيره بيكتر الاراء. ليش؟ دائما في مصطلح اسمه السينما المستقله. شو هو السينما المستقله؟ هو السينما اللي بتنبنى من عده اشخاص بيقدروا يعملوا شيء هن متفقين مع الفكره تبعه. يعني حتى واحد من افضل المخرجين الفلسطينيين عمر عمر ابو اسعد، هاني ابو هاني اسعد. ابو اسعد، عمر المخرج السوري هذا، هاني ابو اسعد اللي ترشح للاوسكار يعني بفيلم عمر وبفيلم الجنه الان. الفيلم اللي انتجوا له اياه هوليوود هو قال ما له احسن افلامي، لانه بدهم يحطوا عده اراء. ايه، هي المشكله انه دائما لما بصير الانتاج ضخم بصير في اراء كتير، والمنتج له راي بيصب بالجماهيريه وبيصب بانه كيف هو يكسب حق الفيلم. يعني وهذا ما له غلط، بس هذا الفرق بين انت بدك تعمل عمل فني هدفه جماهيري، لما عمل فني عندك وجهة نظر بدك تقولها، وجهة نظر بدك تقولها بدك تقولها لحالك. أما إذا في منتج فهو عمل تسويقي، وفيك تعمل عمل تسويقي ومحترم ومهم. طبعا أكيد يعني ما بيرتبط المصاري الكتير بالسطحية والتفاهة أبدا يعني. ولكن بقى هذا يعني هي الشيء. التوازن هون بده شغل. بس خلينا، في حدا سأل ما هو الفرق بين مهنة التمثيل بين العربي والغربي في موضوع في موضوع التقنيات. التقنيات. في موضوع التقنيات الفرق كتير كبير، يعني كتير كتير كبير. إذا قصدك على التقنيات، يعني إذا مصر متفوقة على إذا سوريا مصر صارت تسابق سوريا بشكل مخيف يعني على مستوى التقنيات. إذا عم تحكي على تقنيات الشخص، يعني بهوليوود إذا بده يسوق ميتور بيركبوه على الميتور وبيحطوا الكروما وبيمرقوا عليه، بسوريا بده يسوقوا الميتور إذا بيوقع ولا في تأمين صحي ولا في شيء. إذا عم تحكي على التقنية هي، إذا عم تحكي على تقنيات الممثل، تقنيات الممثل برأيي ما بتختلف كتير. تكنيك بيختلف، وإيقاع الممثل الفرنسي انفعاله، لأنه مثلا خالد تاج الله يرحمه لو هو ممثل ولد بهوليوود فهو ما له أقل من مارلون براندو أو الباتشينو أو. فهي هون تقنية الممثل هذا شيء شيء ثاني، مختلف أكيد. شيء مختلف. في عندنا سؤال من ينال اللحام. ينال عم تسألكم هل تنوون العمل بالفرنسية عن سوريا، وهل يوجد خطة للمجيء إلى ألمانيا؟ بالنسبة للعمل عن سوريا بالفرنسي، طبعا نحن آخر أعمالنا أساسا يعني في يعني نحن عملنا عدة أشياء باللغة الفرنسية، الحقيبة آخرهم كان باللغة آخرهم الفرنسية. فيلم الحقيبة اللي أخذ جائزة شاشة لك، شو اسمه، كان باللغة الفرنسية وكان عن سوريا. يعني أكيد، يعني أنا دائما بقول مركز العالمية تنطلق من المحلية. أنا ما فيني أحكي هموم غير السوري لأني أنا من هذاك المكان، وهلأ بحكي همومي، هموم اللاجئين كسوري، هي مرجعيتي يعني، وحضل أحكي عن هذا الموضوع أكيد يعني.
وشو كان السؤال؟ في شيء تاني؟ وفي مشروع نيجي لألمانيا، ايه في في مشروع. مشروع انه عم نشتغل على مع شاب صديقنا نصور مشروع بألمانيا، بس كمان تأجل بسبب الكورونا، ما بعرف إذا حنيجي نعمله، بس مو مشروع مسرحي، مشروع تصوير سلسلة يعني. سلسلة، شيء شبيه يعني مثل جو، مو لجو المرآة، بس مثل المرآة، 10 حلقات لعمل لها علاقة بالسجون يعني بالسجون. بالمعتقلات. فكمان هذا المشروع لهلا مؤجل مع شاب ما بعرف اسمه، بلال البرغوث يعني، ما بعرف اذا عم يحضرنا، ما بعرف اذا لازم اقول اسمه لما لا، بس هو اسمه بلال صديقنا البرغوث. بلال، نعم. بتعرفوا ايه، بس عم فهو يشتغلوا على ايه الديكور لسه، لانه نحن تفاصيله كتير كبيرة، خاصة انه الديكور لازم يكون سجن وفي كتير وعم شغل. نشتغل بطريقة العمل المستقل يعني كمان، عرفت؟ مساهمين داهم لحتى نوصل. تمام. شو بتنصحوني اقرا؟ تعلم الاخراج. بدي اتعلم الاخراج. تعلم الاخراج والله في سلسلة اول شيء على اليوتيوب للمشاهدة، عاملها مخرج مصري اسمه عمرو سلامي، مهمة جدا. الكتب اللي على الاخراج، اي كتاب عن الاخراج يعني، ماني ذاكر شو اسماء الكتب، بس اذا بدي اذكرك الكتب اللي عم بقراها، في كتاب لابراهيم العريس بيحكي فيه عن الافلام العربية، برأيي تحليله للأفلام كتير مهم، كيف محلل الأفلام العربية، هو نسخة كبيرة بيحكي فيها مجموعة أفلام عربية قديمة لليوم. وفي كتاب عن يوسف شاهين برأيي كمان مهم جدا ينقرأ. في كتاب فليني، أنا فليني اسمه، يوكي. وانا برايي اي كتاب عن الاخراج السينمائي يعني له الحق ان يقرا ولو مره واحده، وحق اكيد حيكون وفي مفيد. كتاب عن عباس كيارستمي مهم جدا، لأنه حتسمع وجهات نظر هدول الناس، كيف بتقول، كيف بتشوف الإخراج، وهم طبعا أسماء قوية. الاخراج اصلا ما هو بس شيء تقني، انت تحط الكاميرا بهي الزاويه وتصور بهي الزاويه وتاخذ كادر معين. شوف عدد اللي بيتعلموا هي التقنيات يعني لا يعد ولا يحصى، لأنه بالمدارس السينما كلهم موجودين، هي صح ما حكينا عن الناس تعلموا عن طريق اليوتيوب، بس مين اللي بيعالج؟ كيف بتعالج يعني؟ هنا بيقولوا لك بالعالم عدد المواضيع قديش، 50 70 90 موضوع، ما بعرف قديش جمعوهم، الغيرة والحسد والحب والموت وإلى آخره، بس هي المواضيع أنت كيف بتعالجها؟ هون يبدأ الإبداع، إني أنا كيف عالج هذا الموضوع. أنا دائما بضرب المثال بمخرج اسمه مجيد مجيدي، مخرج إيراني، مع أنه والله نظام شكله، بس المهم أنه هذا المخرج أفكاره جدا بسيطة، بيشتغل بتقنيات جدا بسيطة، ولكن اللي بيشاهد أفلامه، في له فيلم اسمه صبغة الله، أعتقد يعني هذا بيحكي لك كيف هذا الزلمة عرف يصنع هي السينما. له فيلم اسمه صبغة الله، له فيلم اسمه باران يعني مطر، وله فيلم اسمه أطفال الجنة. هذا الإنسان بيصنع سينما خارقة وعظيمة من أفكار بسيطة جدا وتقنيات عادية جدا، ولكن أنا بعتقد هو الإحساس والنص اللي عنده بيخلق، مشاعر. والمشاعر اللي عنده بتوصله ليعمل هي السينما العجيبة يعني. بس في جيب عم يقول أسامة، طبعا أسامة البكور صديقنا، عم يقول هل النص المسرحي أقدر من النص السينمائي؟ أنا بدي أقول إنه أنا متحيز للمسرح، أي شيء حتسألوني إياه حأقول لكم المسرح، لأنه المسرح هو المعلم الأول. بالمسرح بتتعلم كيف تبني الشخصية، كيف تعمل أي شيء، المسرح هو وانا المعلم كثير الأول. ضد كلمة اللي بيقول لك هذا ممثل مسرحي ما بيقدر يعني بيطلع اوفر على التلفزيون، كلمة خاطئة جدا، بيطلع اوفر على التلفزيون، مش ممثل التلفزيون حطه على المسرح ما بتشوفه على المسرح اساسا. تقنيات التلفزيون او السينما مختلفة، ممكن هو اول ما يجي على التلفزيون ما يعرف التقنيات شوي، ولكن الممثل المسرحي لما بيشتغل مسرح وبيجي على التلفزيون بيتعلم بعض التقنيات، هو الوحيد اللي بيعرف يعمل مونولوج داخلي، هو الوحيد اللي بيعرف يعمل نظرة لحتى يطلع تطليعة تقول انت النظرة معباية، او النظرة بتقول شيء بدون ما يتكلم. فهي انا ضد جدا هي جملة انه الممثل المسرحي اوفر على التلفزيون، هذا الكلام اوفر يا باشا. نعم. في نصائح لكاتب مبتدئ من خبرتكم؟ كمان علي القادر يسأل. سؤال، كتاب سيد فيلد اسمه، هو كتاب الكاتب سيد فيلد يعني، الكاتب اسمه سيد فيلد، هو اللي بيختار النصوص بهوليوود، هو اسمه عنده كتاب مهم جدا جدا عن السيناريو، وفي سلسلة، اسم الكتاب ورشة السيناريو. وفي نعم. سلسلة للكاتب السوري غسان زكريا عملها عن السيناريو، موجودة على اليوتيوب كمان مهمة جدا. وفي كتب كتير عن السيناريو يعني، والمخرجين اللي ذكرنا أسماء هون، يوسف شاهين وكيارستمي، حتى محمد خان، هن عادة يكتبون النصوص تبعهم يعني، يمكن محمد خان بيكتب مع بشير الديك أكثر بس أفكاره، ولكن هدول الناس يعني حتى لما بتقرأ كتابهم بتقدر تحس حالك بتاخذ درس عن الإخراج وعن السيناريو. برافو. ممكن نسأل محمد القصار،
ممكن اعرف حكي كان على الصفحه مين بيرد علي بالعاده، احمد ولا محمد؟ والله حسب الاونلاين، حسب الاونلاين. نحن بشكل عام بالضبط، يعني نحن عندنا فيسبوك، هلا صار عندنا انستغرام من جديد، يعني صرنا عم نخبص فيه. فبشكل عام يعني اللي بيكون موجود بيرد على الرسالة يعني. فانت قول مرحبا اخوي ملص. آه ما شاء الله. إذا واحد اجته فرصة إنه يمثل، تنصحه بهالشي ولا لا؟ هذا اللي عم يقول هيك اسمه ياسر دادا، كان قاعد معي بصف المدرسة. ياسر عم يقول إذا اجته فرصة الواحد نصح ياسر يمثل. ياسر، إذا أنت إيه؟ أنت نجم. إذا طبعا ننصح يمثل، ننصح يمثل، بس إذا ناوي يمثل ويتحفنا بشغلات متعبة فلا، لا يمثل ولا يمثل على الشعب. نعم. إذا كان سياسي لا يمثل على الشعب. شو أنا تمثيل لأنه تمثيل. التمثيل بيتطلب موهبة ولا بيتطلب دراسة؟ هلا الموهبة شيء أكيد، بس الدراسة يعني الدراسة جزء أساسي جدا جدا جدا. ولسه خليني أقول غير يعني إذا قلنا الموهبة والدراسة، الاجتهاد، وقبل الثلاثة هدول أنا بحط شغلة هي أهم منهم كلهم، أهم منهم عشان واحد يقدر يصير ممثل، الصبر. برافو. هي المهنة بتزبط غنية لياسر العظمي، الأسطورة يعني ياسر العظمي، وقت بيقول بروزنا الشهادة وانصمدت بالبيت، قالوا العلم عبادة علقته على الحيط، بالظاهر علمي منافع، نزلني والجاهل طالع، ما بقدر أتخطى الواقع وظروفي ضدي. فبهي المهنة الصبر، لأنه أنت ممكن تشوف ناس مو كتير تعبانين لحالهم عم يطلعوا لفوق، بدك تصبر، لأنه بس تصبر بتيجي اللحظة اللي أنت بتقدر تطلع بطريقة أسرع. نعم جميل. سوق سيارة غيار. يعني اللي بيعرف المسرح مثل اللي بيعرف يسوق سيارة غيار عادي، لما بتحطه على التلفزيون كأنك نعم، حطيته سيارة اوتوماتيك بلاقيها شغلة عادية. يعني ميكانيكيا صح. هلا كأنه دوما بدنا رأيكم بالأعمال. والله ما تلحقت الأبطال الواقع والواسطة يمان كندا. الواسطة موجودة بكل مكان، بس يعني بدك تحطها وراك وتطلع لقدام، لأنه إذا بدك تضل يعني تتكئ على إنه واسطة واسطة فمشكلة، بعدين بتتعب يعني. يعني يقرأ الواحد كتاب أهم، بس هي موجودة أكيد يعني. أكيد موجودة، وكل ما كثر الفساد بالبلد كل ما صارت أكبر يعني. أسامة البكور، ما هي الكتب تقوي من حنكة وحكمة القارئ المسرحي الممثل بشكل عام؟ وشكرا. كتب المسرح بشكل عام، قراءات المسرح برأيي أنا، في سلسلة الكويت العالمية اللي كانت شهيرة جدا، هي يعني الواحد يقرأ منها بكل التفاصيل. وفي كتاب الكتاب المسرحيات لسعد الله ونوس، ممدوح عدوان، في كتير. وأنا مع قراءة الروايات حتى، يعني أنت لما بتعمل مسرح مو يعني ما تقرأ رواية، الروايات مهمة جدا. أنا بحب الروايات المصرية خاصة، يعني خيري شلبي، خيري شلبي الله يرحمه توفى، مكاوي مكاوي سعيد، سعد، وفي رواية السوريون الأعداء، هي رواية الله عظيمة أجمل رواية يمكن قريتها، يمكن لازم السوريون كلهم يقروها. يعني عن جد هي رواية يمكن أجمل رواية قريتها بآخر فترة، رواية السوريون الأعداء عظيمة، وقد يعني هي لو كنت لو تصير فيلم سينمائي يعني الله. هي من المشاريع اللي مثل ما كنت عم تقول، أنا برأيي بتحكي قصة سوريا، وهذا مشروع لو يؤخذ بشكل ضخم جدا وبشكل ويتم تنفيذه بشكل جدي. يعني، هذا بده ينجو مثل نتفليكس مثلا، لانه هن بيقدروا. لانه انت هلا ما فيك تتصور بسوريا، ولكن هن يعني انا شفت في مسلسل سويدي اسمه خليفه، عاملين انه في مشاهد كتير مصوره على اساس بالرقه، فعليا هن بتشوف كانه مصورين بالرقه فعلا، يعني فظيعين. حتى لما بيحط تجي الزوجه عم تحط الفطور لزوجها، التفاصيل والكاسات والابريق اللي جايبينه، يعني فعلا اللي شاغل معهم ديكور وشاغل معهم اكسسوار، عن جد يعني عظيم. مستحيل انا يعني ما تعرفت عن جد هدول وين مصورين، شكلهم بتركيا او بالاردن ما بعرف، بس يعني بدك انتاج ضخم لهذا السبب، لانه كتير مشكله تيجي انت تصور وعلى اساس شوارع بسوريا والكاميرا مبينه مثلا بتركيا، كارثه بتقتل كل الاحساس يعني. لأن هي رواية عن جد عظيمة. بس بدي أقول أخي علاء عم يقول أحلى شباب، الله يوفقكم، تحياتي لأخي علاء. شكرا اخي علاء، أخي علاء انت رقم واحد. في حدا عم أخي يقول علاء شيء؟ نمبر 1 لأنه في شكرا سؤال، بدنا لتجربة. رأيكم بالأعمال السورية الأخيرة بشكل عام؟ وفي شو رأيكم تجربة همام حمود؟
هلا اول شيء بدي احكي همام حود، الاستاذ همام حود، انا بحب تجربته. انا كنت من حضرت بسوريا اعماله، حضرت التقينا فيه بتركيا. مرتين ثلاثه من اعماله والتقيت فيه بتركيا. هو يعني اخذ نوع مسرح معين، يمكن في ناس ما بتتفق معه، بس هو هذا النوع هو موجود بكل نجم العالم بمكانه، طبعا. هو نجم بمكانه اللي هو اختاره، نحن التقينا فيه وقعدنا معه بتركيا. يعني هو عنده وجهة نظر انه انا هذا المكان اللي بشتغل فيه، يعني هو عم يشتغل بمكان وهو بيعرف وين عم يشتغل، وهو نجم بهذا المكان كتير وله جماهيرية كتير وهذا كبيرة. موجود بكل، يعني حتى هون بفرنسا في الشيء اللي بيقولوا المونولوجيست اللي هو قاد المالح، يعني اشهر حدا، وداني بوند وسمون وجمال دبوس، هدول الثلاثه اللي كثير مشهورين هون. هذا نوع مسرح معين وله جمهور كبير داني جدا، بون بيشتغل، نوع اللي بيشتغل هو في فرنسا عنده جمهور فظيع. فهذا نوع انا يعني بحبه كثير، وبحب تجربته، وبحب مسرحياته، وخاصه بحب اللي كان اسمه ضد الحكومه، مسرحيه منيحه كثير يعني. رأينا بالأعمال السورية الحالية، بصراحة أنا ما تابعت من يعني على مر من 2011 لليوم. الدراما بتابع مصري أكثر من سوري بصراحة. العملين السوريين الوحيدين اللي تابعتهم بهي المرحلة هن غدا نلتقي، تأليف إياد أبو الشامات وإخراج رامي حنا، وعمل اسمه الندم، تأليف حسن حسن سامي يوسف وإخراج الليث حجو. هدول الوحيدين اللي شفتهم من 2011 لليوم، والعملين ممتازين جدا جدا جدا، مع تحفظي على الرسالة اللي بالعملين. طبعا مع تحفظي على الرسالة اللي بالعملين، لأنه لا أتفق مع رسالة العملين، لأنه الأول شبه ندم على الثورة، والثاني شبه وازن بين النظام والثورة. جلاء الضحية. بس عملي وأنا برأيي، فنيا جيدين وأنا جدا. برأيي العملين ما رأوا لأنه فيهم هي الرسالة. لو فيهم رسالة باتجاه إنه تعال نحن نقول الربيع العربي مهم، أنا برأيي الوطن العربي ما حدا حيدعم الربيع العربي. مستحيل. يعني لأنه شو، يعني شو أي دولة بدها تدعم الربيع العربي عم تقول لجماعتهم اطلعوا. فبالضبط، يعني العملين كانوا مهمين، لكن احنا نختلف مع الرساله اللي كانت بالعملين. وغير هيك، ليه عم تنحدر الدراما؟ عم تنحدر لانه عم تتحول لبروباغندا للنظام. يعني انت قد ما كنت مبدع، اذا بدك تطبل لنظام مكشوف، يعني هذا ابداعك بيصير شو؟ بيصير شوف، تحت. مثل العمل للثورة هلا، إذا بتيجي بتعمله وبتخلي الآخر هو شيطان، فالعمل كمان بيوقع، لأنه الآخر ما له شيطان. هلا طبعا أنا ما بحكي بشار الأسد لسه أسوأ من الشيطان، بس عم بحكي أنا على مثلا حدا مؤيد، حدا رمادي، ما فيك تطلعه ده. قال مثل شفت مشهد مرة من مسلسل يمكن نجدة أنزور، قال بيلتقي حدا مؤيد مع معارض، المعارض قليل أدب جدا، وهذاك المؤيد كثير اخلاقي يعني انت عم تحكي بشكل كثير يعني ساذج وغبي. وحتى لو بالثوره اجينا عملنا هيك رح يطلع نفس النتيجه. الفكره انك تصور واقع، ولكن هذا الاختلاف اللي صار، انه اجى فراس فياض او طلال ديركي حطوا كاميرات صوروا الواقع واجوا قدروا يعملوا نجاح لانه صوروا الواقع. نحن عندنا بسوريا بيجي بده يحط الكاميرا ويغير الواقع، ما بيمشي الحال، بيطلع بروباغندا يعني. مسلسل خليفه السويدي على نتفليكس تم تصويره بالاردن والسويد. ايوه هذا زاهر عم يقول هالشيء. ايه تخيل انه انا والله ما عرفت كيف قدرانين يصوروه جايبين بالاردن أجواء الحرب. صراحه، جايبين يعني. اتمنى انه السوريون الاعداء لفواز حداد يوما ما تنعمل بهذا الشكل الانتاجي. الاحترافي، أي والله. أظن الوطن العربي كله ما فيك تعمل دراما حرة، أظن. ما اتوقع، ليس فقط في سوريا. وكل الوطن العربي حيكون ضد الدراما الحرة، أتوقع. ممدوح عدوان، درامة مصر بالذات السنة، شوف التوجه تبعهم كيف كتير للعسكر. طبعا ممدوح عدوان الله يرحمه من زمان قال لك نحن بالنشرة الجوية بنكذب. نعم. قال ما صعب. فكرتوا نتفليكس تروحوا بهذا الاتجاه؟ يعني هلا نتفليكس بدها مؤسسة تخاطب مؤسسة. لسه ما عملت ولا كاستينج له علاقة اوديشن يعني بنتفليكس، بس في احتمال نعمل كاستينج لأعمال بالنتفليكس. ايه ما عندي ما عندي مشكلة، مشكلة. يعني دائما بقول هو أهم شيء الدور، أهم شيء الدور ورسالة، وما بدي أقول رسالة العمل بس محتوى العمل. محتوى يعني العمل إذا بده يجيبوا لي عمل يطلعوا إنه المشكلة كلها بسوريا داعش، وما يحكوا عن وما الجذر، يحكوا على إنه أو يبيضوا صورة النظام أو بشار الأسد، لا أكيد لا. يتاجروا فينا أكيد، بس طول ما إنه في شيء أنا بتفق معه وبقدر أقول اللي بدي إياه، ما عندي مشكلة أبدا بأي مكان. يعني باستثناءات، يعني أكيد ما حأعمل عمل إنتاج سوريا، لأني أنا مالي معترف بشرعية النظام اللي بسوريا. يعني أنا بعتبر النظام السوري مثل إسرائيل تقريبا. توينز. نعم.
طبعا صار مسلسل درس قومية أو خطاب رئاسي للأسف يعني. صحيح، أكيد صحيح. المسلسلات صارت هيك، يعني بتحس عم يقرون الكتاب القومية والقائد الخالد الميت. طيب شو بتحد تحب تحكي أنت عن أحسن الكتاب الأخير؟ بعد إذنك؟ شو رأيك؟ إيه هلا الكتاب، إحنا حكينا الآن على المسرحيات اللي فيه، هي مسرحيات فيها واحدة بالفرنسي والباقي باللغة العربية. حاولنا ولا قدر الإمكان أن يكون الإخراج يليق بالمضمون. طلعت على الكتاب كله حلو كتير إن شاء الله إخراج، يكون نحن إيه. لأنه رائع، نحن عجبنا جدا، نحن عجبنا كتير والله. حيكون حاليا متوفر بتركيا كمرحلة أولى، وكل اليوم نتواصل مع مكتبة في ألمانيا، حتوفره هي إن شاء الله في كل أوروبا حلو كتير. كمرحلة ثانية إن شاء الله. بس تفتح الشحن للوطن العربي وترجع المعارض الكتاب العربي تشتغل، إن شاء الله حنشارك طبعا نحن بكتاب سراي بكتبنا، ومن ضمنهم هذا الكتاب إن شاء الله. إن شاء الله. حاليا متوفر بكل تركيا، فينا نعتبر بأي لحظة إحنا فينا نرسله لأي مكان في تركيا، متوفر عندنا في كتاب سراي، أو بإمكاننا نحن نشحنه لأي مكان في تركيا يعني. يعني الكتاب في كل المسرحيات تقريبا 152 صفحة في كل المسرحيات بشكل كامل. إن شاء الله قريبا حيوصلكم على باريس إن شاء الله، أو على فرنسا تكون بين إيديكم يعني بإذن الله تعالى. إن شاء الله. إن شاء الله يعني تقريبا هذا الجزء اللي متعلق فينا. انتو حكيتوا على المضمون، على المسرحيات، على كل مسرحية وقصة كل مسرحية، من اول مسرحية الى اخر مسرحية. اسم الكتاب مشهد 33، مشهد نصوص الغرفة، مشهد 33 انتو كاتبينه، كتابتكم، مسرحياتكم انتو كتبتوها وانتو اديتوها. ويعني اظن هيك صار يعني يخلد المسرح، يخلد لما يكتب يعني، يصير في طبعا كتاب طبعا خلدت. نعم مسرحيات كثيرة، مسرحيات عظيمة يعني، وحيبقى محفوظ يعني إن شاء الله العمل دائما طالما هو موجود في كتاب. وأتمنى إن شاء الله بعد فترة نشوف المشهد 66 الكتاب اللي بعده ان شاء الله نشوف في إن مشروع، شاء في الله. مشروع اشتغل على مشهد جديد. يعني نحن بنحاول، يعني نحن عملنا اول شيء مشهد 23 طلعناه، كان عمرنا صار يمكن 25، بس هو انتج هذا الكتاب عن مشاعر كانت لل 23 سنه. كتاب مشهد 33 هلا عم يطلع، بس هو النصوص انكتبت كلها وقت صرنا 33، نحن عمرنا حاليا 37 سنه. فهلا في نعم مشروع كتاب جديد، يعني يمكن يطلع بعد سنتين او ثلاثه، بس هو حيكون اسمه مشهد 37 لانه هلا عم نشتغل آه عليه. ما شاء الله، بالضبط. يلا بالتوفيق يا رب. في فكرة تشتغلوا قصص أو رواية أو هيك شيء؟ لا نكتب قصه او روايه لهلا بعيد الموضوع، يعني الافكار اللي عم نشتغل عليها شيء له علاقه بال تقريبا، ما بعرف اذا نسميه روايه، بس هو ذاكره المدرسه. نحكي عن ذاكرة المدرسة من صف الأول للبكالوريا. للبكالوريا، لأنه نحن اها كان عندنا حلو. يعني بالبكالوريا محمد صار بيني وبين أستاذ معركة بالإيدين، عرفت؟ فنحن نحكي عن هذا التحول، أنت كيف بصف الأول بتدخل على المدرسة طفل بريء، وكيف أنت بالبكالوريا بتتحول لملاكم داخل المدرسة. ليش؟ ليش أنت يعني بتتحول؟ شلون في حيوانة الإنسان تبع ممدوح عدوان، حيوانة الطالب. فهي الفكرة اللي عم بشتغل جميل. عليها حاليا، انه عن جد كيف تحولت الى وحش، يعني اني انا اصير ملاكم داخل المدرسة مع ممدوح الاستاذ. الأستاذ. إيه ليش محمد فجأة تحول لملاكم؟ انا يعني انا دخلت على المعركة متأخرا. إيه أفضل من لا تأتي أبدا. بس نحن عبارة عن مخزون من القتل، لأنه انا كنت بمدرسة اسمها المحسنية، يعني طلعت الحمد لله عندي برصيدي بالبنك بحدود 19 مليار كف ورفسة وشوطة والى اخره. فهذا الشيء عم هذا نشتغل، المشروع عم نشتغل عليه بشتغل حاليا. على هذا المشروع تقريبا. هذا مشروع شو، كتاب ولا مشروع مسرح ولا انت اول واحد حتدري يعني. خلاص بالانتظار لكم، بالانتظار ان شاء الله، ان شاء الله بالتوفيق يا رب. الله شو يخليك. قصتكم مع الملاكمة؟ مين فيكم ملاكم؟ نحن الاثنين كيك بوكسينج. كيك بوكسينج كيك بوكسينج نحن الاثنين كيك بوكسينج. حزام ما اسود، شاء الله معنا حزام اسود. ايه لعبنا كيك بوكسينج فترة طويلة فترة يعني، طويلة. ايه وحاولنا نوظفها بالحياة والفن. توظفت أصبح بالحياة يعني الأستاذ أكل قتلة مرتب يعني بهالحالة. بالبكالوريا طلعنا الفرق تبع القتل اللي أكل دقايق. برافو، بخير توفيق للأخوين ملص.
والتوفيق لكتابك. بالتوفيق لكتاب سراي. شكرا لك ينال. ينال شكرا، معنا ما شاء الله من اول بس اتوقع. جد قول علي، المدارس كانت عباره عن دوره صاعقه خصوصا دروس الفتوه. نعم انا بشبهها بدوره الصاعقه وبشبهها بالسجن. تذكر حتى يحطوا لنا اسلاك عشان ما نقدر ننط. نعم بشبه السجن عن جد، يعني خاصة نحن الجيل اللي لبس البدلات الفتوه، لانه بعدين في ناس لبست البدلات الرمادي وما عاد في حصص عسكريه. نحن ايه الجيل ايه نعم مثل ما قال المخرج الفوز طنجور بفيلمه، شو سماه لفيلمه، ذاكره باللون الخاكي. احنا عن جد ذاكرتنا هاي اللون هذا موجود جواتنا، يعني عانينا منه لشبعنا دمرنا. فكيت البندقية التشيكية كانت نصف آلية. نحن انحرمنا، احنا انحرمنا من الاقواص لانه مشاغبين لأنه جدا مشاغبين. فمنعونا نقوص. انا ما قوصت، كأنه عنده الاحساس كان بدي اوصل غلط. نحن بحياتنا ما قوصنا الحمد لله. قبل الثوره، منعونا. لا قبل الثوره ولا بعد. قال له هدول الاخوين، ما كانوا يقولوا اخوين ملص، كانوا يقولوا التوأم ملص. ايه قال هدول مشاغبين جدا ممنوع يقوصوا، فمنعونا من كان في الباروده التشيكيه اللي نصف آلية، بعدين اجت احنا. الكلاشينكوف الآلية يا ايام دروس حبيبي الفتوة كانت. رشلنا دراكا، ايه تماما. ايه سق الله. اي والله صدق الله. في شيء هيك بنحب نضيفه، بتحبوا نحكي فيه ولا ننهي، ولا والله في حدا بيحب يعني يحكي؟ الموبايل عم يعطيني إشارة الشحن، واللابتوب عم يعطيني إشارة الشحن، فانتقل وصلنا لنا ساعة ونص بالضبط. نودع الناس هيك نعم بسلام وهدوء وما نكون طولنا عليهم. ايه ساعة ونص، ساعة ونص. ايه جناح. وشكرا لكل حدا كان معنا، وشكرا لك أستاذ إبراهيم على هاي الفكرة إنه نطلع لايف وندشنها وأول مرة نطلع. نعم شكرا لكتاب شكرا سبي، لكم. لأنه عن جد أنتم أشخاص يعني كنتوا معنا، يعني كثير انا من موضوع الوقت والاحترام للرساله اللي انت بتبعتها كثير عظيم بالنسبه لي. يعني فعلا بنصح اي حدا بده يعمل طباعه كتاب قوي يتواصل مع كتاب سراي، لانه التعامل، يعني الكلمه جارحه بس التعامل اوروبي مو عربي. ايه كلمه يعني جارحه بس حقيقيه. معلش، وبدي اشكر المدام سهير القمري، لانه هي اللي لانه هي اللي قالت لي وقتها انه روحوا على كتاب سراي، لان كنت عم دور ومو ببالي بصراحه كتاب سراي كان لسه، وهي قالت لي روحوا على كتاب سراي اطبعوا الكتاب. ونيكو ليكو صار كانت فكره، والحمد لله اليوم تنفذت. صار لنا شيء سنه على الحمد فكره، لله الحمد لله. انا راجعت الرسائل اي صار لنا تقريبا حكيم الموضوع. تقريبا اي ان شاء الله، من نجاح الى نجاح ومن توفيق الى توفيق. معا ان شاء على الله. راسي الله يخليكم. معا معا باذن الله. شكرا باذن للجميع، الله. شكرا شكرا لكم جميعا جميعا. نطفي اللايف هلا. هي تطلع، انا كل عادي بشوف اللايف دائما بقول شو بصير معه، بيروح لعند الكاميرا. هلا فهمت، هلا حنروح عند الكاميرا نعمل حاعمل ستوب، وبعد منها حاول اعمل شير ما اعمل ديليت للفيديو. وحاول اول ما تعمل ستوب طبعا نحكي ولا مهم كلمه، جدا هي. ما نحكي شيء، ما نحكي شيء اول ما نعمل ستوب، لانه اوقات بشوف ناس تعمل ستوب وبيحكي شيء بيكون لسه ما نعمل الستوب فالجمهور بيسمعه. فانا نحن نحافظ حتى على نعمل اس صمت، بعدها صمت لمده 5 دقائق ما حدا يحكي. على راسي يا صديقي يا وسام، شكرا لك كمان، بتوكل على الله. احكوا شغلات منيحة، احكوا شغلات منيحة ما بس. صح، ايه صحيح، نقول هو منيح بس اللي حواليه مو منيح. بالضبط. باذن الله. شكرا لك كمان يا ريهام، شكرا كثير انت معنا من البدايه. شكرا الله يخلينا اياك ويكثر لنا امثالك. واخي علاء شكرا كثير، نمبر 1 والله، تابعنا كل الفيديو اخي علاء، لانه انا بلومه ما بيتابعناه، فهلا ما شاء الله ما ترك اللايف. العاده اخي حسام اللي مسكر على الاول، بس لا علاء اليوم عم يحاول يوازي حسام. ما شاء الله كلكم، ما شاء الله كلكم، يعني الشباب الطيبة الرائعين، يعني الله يحفظك الله يديم، الله يحفظكم لبعض. شكرا دكتور محمد برهمجي كمان، شكرا لكم محمد، دكتور محمد، دكتور احمد، هدول اصدقائنا كمان من اللي عم يعطونا كل القصص تبع الكورونا بفرنسا. اصدقاء الغربة يعني، اصدقاء تحياتنا لهم. شكرا للجميع وتحياتنا لكم. وبعد اذنك استاذ ابراهيم نكبس النهاية. تفضلوا خذوا راحتكم. اتكلنا على الله، ان شاء الله اقدر اعمل له شير للفيديو ما اعمل له ديليت. يا رب ادعوا لي. بانتظاركم. يلا بانتظار. السلام عليكم جميعا، الى اللقاء. الى اللقاء. وين الستوب؟ والله ما بعرف، والله ما بعرف وين الستوب. عليك الفينش. يلا بسم الله، الى اللقاء.